بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بيكم معانا في ماس 2، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا انترستنج معانا في ماس 2. معاكم دكتورة نيفين بدرة، بإذن الله هدرس لكم ماس 2، وبإذن الله إن شاء الله تلاقوا في الأونلاين ممكن بتلاقوا ماس 2 مور انترستنج، باعتبار إن إحنا بنقدر إن إحنا نستعرض بعض الفيجرز وبعض السيرفيسز بتبقى متلونه، فبتوضح الامور عندك كتير فيما يخص الاونلاين سيشنز. طبعا يعني زي ما عارفين بيبقى اي ماده، يعني ماس 2 زي اي ماده بيبقى الجريدز عليها بيبقى عليها 100%. طبعا بالنسبه للفاينل بيبقى عندنا اونلي 1 فاينل اكزام وعليه 60%، وبالنسبه للميد تيرم بيبقى عندنا اونلي 1 ميد تيرم وبيتحدد قبلها طبعا وبيبقى عليها 20%. طبعا الفاينل زي ماس 1 الفاينل بيكون ام اس كيو، والميد تيرم بيبقى برضو ام اس كيو، بتحل في الورقه وبيبقى في بابل شيت وبتحل الام اس كيو، وبيبقى عندنا مجموعه من الاكتيفيتيز من ضمنها برضو زي ماس 2 من ضمنها كويز بيتم ليك، وبيبقى مجموعة الأكتيفيتيز دي بتبقى عليها 20%. ده أول حاجة، ده يعني دي حاجة عارفينها عندكم. فيما يخص التكست عندنا، فمعانا نفس تكست ستيوارد بنكمل فيه بعض الشابترز اللي هي ستيوارد، وعلشان يبقى ماتشنج مع مجموعة الأسايمنت اللي بنعرضها هو نفس التكست، بيبقى 6 اديشن، نتشيك ان هو 6 اديشن عشان يبقى مجموعه الاساينمنتس الامتحانكم اللي احنا مديحينها ليكم واللي انتم هتحلوها بتبقى ماتشنج مع 6 اديشن اللي هو اوريدي موجود معايا. بس يعني بنلاحظ ان بس في جزء الجبرا كده صغير بنقوله في الاخر فيما يخص الايجن فاليوز والايجن فيكتورز على تكست تاني اللي هو اليمنتري لينير الجبرا لأوثر هو انتون هاورد او هوارد انتون. عندنا دي عليها اساينمنت واحد بس، جزء صغير في الاخر بناخده زي ماس 1 لما كان في الاخر كان في جزء الجبرا، برضو ماس 2 في الاخر في جزء الجبرا عندنا، فبنلاقي معانا مجموعه من الاساينمنتس على جزء الكالكولس، هي ده الجزء اللي بيبقى ميجر واكبر جزء عندنا. مجموعه من الاساينمنتس عددهم 5 و اساينمنت واحد بس على الالجبرا من الالمنتري لينيال الجبرا 7 على موضوع واحد بيسمى ايجن فاليوز وايجن فيكتورز. زي ما شايفين مع بعض التكست بنكمل فيه برضو مش كل التكست يعني، لكن بناخد منه مجموعه من الشابترز. الشابترز اللي هنتطرق ليها هي شابتر 13 وشابتر 15 وشابتر 16 وشابتر 17. كمان في الشابتر كمان مش كل الشابتر، يعني مثلا هنا فيما يخص شابتر 13 طبعا الجزء الاولاني هنا ده بيبقى فيها ريفيجن بيذكرك ببعض الحاجات اللي انت خدتها في ثانوي، وبرضه بتلاقيها معانا في الليكتشر في الليكتشر نوتس. وبنبدا النهارده بال 13.6 على جزء بيسمى جديد في الكورس اللي هو بيسمى سيلندر اند كوادراتيك سيلز. فيما يخص شابتر 15 طبعا بننوه مع بعض على ان ماس 1 لما جيت درست فانكشن اوف اونلي 1 فاريبل اكس، ده كان الميجور تارجت او الميجور اوبجكت عندنا في ماس 1، كان بيبقى عندك فانكشن والفانكشن دي عايز فيها ديفرنشيت وانتجريت. ده كان كورس ماس 1 وكنا عرفناك على مجموعه من الفانكشنز جداد، بعضها خدته في ثانوي وبعضها كان جديد، وكان بيبقى عندك مطلوب منك ان انت ديفرنشيت وانتجريت في الـ في الـ في ماس 1. الانتجريشن كان فيه بعضها ستاندرد والبعض الثاني كان فيها تكنيكس اوف انتجريشن. بالنسبه لماس 2 بنعرفك هنا على فانكشن اوف سيفرال فاريبلز او فانكشن of multiple variables. فهنا هو say at least بتبقى function في ماس 2 بتبقى function of several variables. ف say function of x و y. مبدئيا كده هذه الفانكشن النهارده بنشوف شكلها ايه.
فبناخد بعض السيرفس وبنتعرف عليه، والسيرفس دي بناخدها سبيشال عندنا لان بيبقى جيومتريك كيس، فبنتطرق لسيرفيسز بتبقى سبيشال كيس هنتعرف بيها مع بعض النهارده. طب الفانكشن دي لما نيجي ديفرنشيت بنعمل لها ديفرنشيشن ازاي؟ بيبقى بارشال ديريفيتيف. فمعانا الشابتر 15، معانا البارشال ديريفيتيف فانكشن اوف سيفرال فاريبلز زي ما شايفين هنا، وهذه الفانكشن هنا لما بنيجي ديفرنشيت بنتعرض فيها لبارشال ديريفيتيف، وبرده معانا تشين رول ازاي بيتم ابلاي التشين رول في الفانكشن اوف سيفرال فاريبلز عندنا، ومعانا ابلكيشن عندنا اللي هي الكريتيكال بوينتس سيميلر لماس 1، بس الكريتيكال بوينتس للفانكشن اوف سيفرال فاريبلز اللي هي المينيموم والماكسيموم والسادل بوينت بتيجي ازاي، هنشوفها مع بعض ان شاء الله اثناء الكورس. برضو للفانكشن اوف سيفرال فاريبلز عندنا زي ما بنتطرق في ماس 2، الفانكشن اف اوف اكس واي سي اتليست يعني بتبقى زد ايكوال فانكشن اف اوف اكس واي، لما نيجي انتجريت الفانكشن دي بنحتاج المالتيبل انتجريت. فمعانا في شابتر 16 معانا الدبل انتجريشن ومعانا التريبل انتجريشن والابلكيشن ليها. شابتر 17 بنتطرق لحاجة اسمها لاين انتجرالز. لاين انتجرال طبعا الانتجرال اللي انت خدته قبل كده كان عندك كنت بتعمل دي اكس اور دي واي، كنت بتعمل انتجريشن لدي اكس اور دي واي. بالنسبة للاين انتجرال هنا، بالنسبة للاين انتجرال بالنسبة لللاين انتجرال بنمشي على كيرف، يعني هو اسمه كيرف انتجرال أو اسمه لاين انتجرال، فبيتم التجميع على الكيرف عندنا. فمعانا في شابتر 17 معانا اللاين انتجرال ومعانا جرين ثيري، فمعانا الفور شابترز دول وبرده مش كلهم زي ما بنقول، يعني بيبقى معانا ايه أجزاء من الشابترز دي. بالنسبة لموضوعنا الأخير معانا اللي هو الألجبرا، معانا موضوع واحد من الكتاب Elementary Linear Algebra من التكست بوك ده اللي هو Eigen Value و Eigen Vectors، فيها Assignment 6 و Assignment واحد بس. بنتطرق مع بعض، بنبدأ مع بعض دلوقتي. فقلنا الفانكشن اوف سيفرال فاريبلز دي بتستلزم مننا ان احنا نتعرض او ان احنا نتطرق لل 3 دايمنشن اللي هي بنسميها 3 دي اختصار ل 3 دايمنشن. بالنسبة لل 3 دايمنشن هنا هنلاقي ان معانا الاكس اكسس بيبقى في هذا الاتجاه الاكس اكسس، ومعانا الواي اكسس هنا الواي اكسس. بنلاحظ ان احنا لما في عندنا الرايت هاند سيستم موجوده عندكم، بحيث ان انت لما بتيجي تنتقل تلف من الاكس اكسس للواي اكسس عندك بيطلع لك لفوق معاك الفينجر عندك بيشاور على الزد اكسس، فده اسمها رايت هاند سيستم. ومن فضلك هنا بنتعامل في التكست وبنتعامل في الكورس على الرايت هاند سيستم. يعني ايه الرايت هاند سيستم؟ يعني الاكس اكسس مكانه هنا والواي اكسس، والواي اكسس مكانه هنا والزد اكسس مكانه لفوق. واضحه معاكم يا شباب؟ ده الثري كوردينيت سيستم عندنا. برضو علشان نوضح ليكم بالنسبه للكوردينيت بلينز، فبالنسبه للكوردينيت بلينز عندنا بنلاقي هنا ان معانا الثري بلينز اساسيين عندنا. معانا برضو زي ما قلنا مع بعض واتفقنا مع بعض الاكس اكسس مكانه هنا والواي اكسس بيبقى مكانه هنا، ودي حاجة ستاندرد يعني ما ينفعش حد يقول لي هنبدلهم أو يبقى يتغير مكانهم، ما ينفعش. والزد أكسس بيبقى الأعلى. وكمان بنأكد أو بنذكرك إن الإكس أكسس القيمة أو الفاليو البوزيتيف، بنرجع تاني للسلايد، الفاليو البوزيتيف للإكس أكسس بتبقى في هذا الاتجاه، ولو الإكس أكسس نيجاتيف بيبقى في الأوبوزيت ساين في الاتجاه الثاني. يعني فور اكزامبل لو معانا مثلا بوينت الاكس اكسس ليها بايه ب2،
فبنمشي 2 يونتس في الاتجاه البوزيتيف. لو هي نيجاتيف 2 بنمشي نيجاتيف 2 في الاتجاه النيجاتيف. بالنسبه ل بنذكرك برضو الواي اكسس البوزيتيف في هذا الاتجاه، بحيث لو معانا 3 مثلا سي الواي ب 3 فادي 1 يونت وادي 2 وادي 3 فبيبقى معانا 3 عندنا. لو هي بنيجاتيف 3 يبقى بنمشي في الاوبوزيت دايركشن في الاتجاه النيجاتيف وبيبقى معانا ادي 1 يونت ادي 2 يونتس ادي 3 يونتس اللي هي نيجاتيف 3. مثلا لو معانا بوينت عندنا الكوردينيت ليها بنمشي بره للاكس اكسس وبره للواي اكسس، يبقى معانا البوينت دي بنذكرك بيها الاكس كوردينيت ب 2 والواي كوردينيت ليها ب 3. الزد لسه ما طلعناش ولا نزلنا فهي ب 0. لو الزد بوزيتيف ده اتجاه الدايركشن للزد، ودي حاجه ستاندرد عندنا اكوردنج للرايت هاند سيستم. الرايت هاند سيستم لو جيت شفت عندك في الليكتشر ان بيبقى معاك الهاند ايدك الرايت، لما بتلف صوابعك الاربعه من الاكس اكسس للواي اكسس بتلاقي عندك بيشاور الزد، عندك الصباع الخامس بيشاور على الزد اللي هو لبوزيتيف لاعلى. هنا وده السيستم الرايت هاند سيستم، ده السيستم الموجود في التكس واللي احنا شغالين بيه. في انذر سيستم بس ده مش شغالين بيه دلوقتي اللي هو الليفت هاند سيستم. فبيبقى الزد اكسس البوزيتيف لاعلى والنيجاتيف لاسفل عندنا. لو قلنا معانا الزد كوردينيت بفور فبادي اتجاه زياده الزد هنا لاعلى، فبنمشي ادي 1 يونت ادي 2 يونتس ادي 3 يونتس ادي 4 يونتس. فمعانا مثلا سي بوينت هنا الكوردينيت ليها الاكس كانت ب 2 والواي كانت ب 3 والزد كانت ب 4 وهكذا. بالنسبه للبوينت ريبريزنتيشن كدرافت، يعني طبعا كدرافت عندنا. بالنسبه للكوردينيت بلينس بنذكرك هنا ان معانا 3 كوردينيت بلينس اساسيين، معانا الاكس واي بلين اللي هو ده، والإكويشن ليها z equal 0. وعلشان نقربها لذهنك برضو بيفيدنا في الأونلاين سيشنز الجراف اللي موجود عندك هنا، ده الجراف ده بيقولك علشان تتعرف على الثري كوردينيت بلينز الأساسيين، بيقولك تخيل إن أنت في روم، يعني إن أنت في أوضة، فبتلاقي سواء أنت واقف أو في حاجة موجودة، فبتلاقي الفلور عندك اللي هي الأرضية اللي أنت واقف عليها دي هي الـ XY بلين، والإكويشن الـ XY بلين Z equal 0. بينما الـ XZ بلين اللي هو ده الـ XZ بلين والإكويشن ليها Y equal 0 Y equal 0 بيقول لك هنا وانت واقف هنا في الروم اللي موجود عندك ان الـ XZ بلين عندك هي الـ Left Wall، يعني هي الحيطة اللي موجودة على ايدك الشمال. البلين الثالث اللي هي الـ YZ بلين هو ده الـ YZ بلين، والإكويشن ليه الـ X equal 0 هنا. بيقول لك هنا إن الـ YZ بلين هنا علشان تتخيله هي الـ Right Wall أو هي الحيطة اليمين عندك. فعلشان تعرف الـ 3 Coordinate Blains بيقول لك تخيل اللي أنت واقف في روم وبتلاقي الأرضية اللي أنت واقف عليها الفلور هي الـ XY بلين والإكويشن ليها Z equal 0، بينما الـ Left Wall هي الـ XZ بلين والإكويشن ليها Y equal 0، والـ Right Wall اللي هي الـ YZ بلين والإكويشن ليها الـ X equal 0. الكلام ده ليه؟ لأن هنتعرض لبعض السيرفيسز بنحتاج ليها بروجيكشن في واحد من الكوردينيت بلينز الأساسيين عندنا، سواء الـ XY بلين أور الـ XZ بلين أور الـ YZ بلين، بنشوفها علشان بنكمل فيها فيما يخص ماسكو. الحاجة التانية دي قلناها مع بعض الـ coordinate للـ points. الحاجة التانية برضو اللي مهمة عندنا اللي بننوه ليها، طبعا دي علشان ننوه ليها بنذكركم كده بملحوظة مهمة هتفيدنا كتير قوي في ماسك وكنا already بنستعملها وبنتعامل معاها، يعني كنا already بنتعامل معاها هنا وبنستعملها اوتوماتيك هنا. فيما يخص هنا الجزئية دي بنذكرك كده، طبعا عارفين الجنرال ايكويشن ستريت لاين AX في الدايمنشن R2 طبعا
الصفارة هي دلوقتي شغال الصفارة؟ ايوه اه واضح يا دكتور. طيب يعني ماشي شوفنا. بالنسبة هنا بنعيد هنا السلايد، بننوه على ملحوظة مهمة جدا فيما يخص الناس تو، ودي بتفيدك كتير قوي وبتبقى بيزك وحاجة بسيطة لكن بتخدمك قوي وبتبقى مهمة. الجنرال ايكويشن للستريت لاين AX بلس BY في الدايمنشن R2، يعني معانا تو فاريبلز زي ما شايفين في الرسمة هنا، معانا الاكس فاريبل، معانا التو فاريبلز اللي هي الاكس واي دلين في الدايمنشن 2 اللي هي كانت ماس ايه ماس 1 عندك. لو الجنرال ايكويشن ستريت لاين كان اي اكس بلس بي واي ايكوال سي او بلس سي ايكوال ايه ايكوال 0. ده كلكم كنتوا تعلموا هذا حتى من ثانوي، يعني مش لازم ماس، مش لازم كانت عندنا ماس 1. تمام. طيب لو قلنا في الدايمنشن R2 عندنا، لو قلت لك مثل لي او ريبريزنت واي ايكوال 1، واي ايكوال 1 كنت انتوا اوتوماتيك، يعني ما فيش اختلاف عندكم ان انتوا كنتوا بتروحوا عاملين ستريت لاين بهذا الشكل وتقولوا ادي الايكويشن دي واي ايكوال 1، لان دي يعني حاجه ما بيختلفش عليها اي حد ودي حاجه بيزك. طيب ايه المهم اللي عايزه اقوله لك؟ ان هذا الستريت لاين سبيشال كيس، يعني مش شرط يظهر فيه اكس وواي زي ما هنا زي ما شايفين. فلما بتيجي في الدايمنشن 2 اقول لك y equal 1 بتقولي اه ده ستريت لاين. طب حلو، ايه سبيشال كيس ايه؟ برر لمين؟ برر للاكس اكسس اوتوماتيك. طب برر للاكس اكسس اللي هو ايه؟ للكوردينيت اللي مش موجود، خليها في ذهنك دي. طيب لو برضو بنأكد المعلومه، ادي الاكس اكسس وادي هنا الواي اكسس، معلومه بسيطه بس بنأكدها. مثلا سي الاكس ايكوال 2 مثلا، ستريت بتيجي هنا اكس ب 2 مثلها لي جراف، فانت اوتوماتيك بتروح عامل لي ستريت لاين فيرتيكال بهذا الشكل اهو اوتوماتيك اهو، مفيش حد يختلف على كده. ادي ستريت لاين وتقولي ده اكس ايكوال 2. الملحوظه الاولانيه ان كلكم متفقين انها ستريت لاين. الملحوظه الثانيه ان هي برر لليمين يا هنا يا شباب، برر للواي اكسس، يا هي برر للكوردينيت اللي مش موجود. دي الكلام ده مهم قوي. ليه مهم قوي هنا؟ ليه؟ لان بنذكرك بقى بالبلينز. البلينز كايكويشن فمبدئيا بنتكلم على الار 3. يعني ايه ار 3؟ يعني 3 دايمنشن. يعني ايه 3 دايمنشن؟ يعني معايا 3 كوردينت. هنا الاكس مكانه ومكانه ستاندرد، ها، لانها ستاندرد كوردينت سيستم، وهنا الواي وهنا الزد. تمام. طيب الجنرال ايكويشن للبلين هي ايكويشن لينير في اكس وواي وزد. لينير يعني من الفيرست ديجري، يعني معايا كوفيشنت A تايمز الاكس بلس كوفيشنت B تايمز الواي بلس كوفيشنت C تايمز الزد بلس الدي وايكوال 0. وده جنرال ايكويشن لبلين. طيب اكس وواي وزد بيظهر فيها ان جنرال، لكن مثلا سي زي ما شايفين هنا عندك في الرسم، لو قلنا لك زد بس 3 في الدايمنشن ار 3، ها لاحظوا زد ايكوال 3 هنا، ريبريزنت زد بس 3، هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايكويشن لبلين. طيب مش مستغربين ليه؟ لانها في الدايمنشن 3. طيب هي سبيشال كيس برر لمين؟ برر للاكس واي بلين اللي هم التو كوردينتس اللي مش موجودين. فبتلاقي ادي هنا دي اول ملحوظه، ان مثلا ادي زد ايكوال 5 اوتوماتيك بتروح راسم بلين في سبيشال كيس برر لمين؟ برر للاكس واي اللي هم التو كوردينتس اللي مش موجودين عندنا. برضو بنأكد المعلومة، مثلا say لو y equal 5، هنا بيخدمنا الأونلاين سيشنز بأن هي بتوضح لك حاجات بتبقى متلونة فبتبقى أفضل بالنسبة إيه؟ بالنسبة ليك، فبتوضح حاجات أكتر. يعني هنا آدي أهو، آدي الـ x و z هيبقى عبارة عن بلين، برر للـ x z اللي هو الـ two coordinates اللي مش موجودين. فبسيباريتس بمقدار 5 units، واجي اهو، يعني هو الرسمه اللي موجوده بس هي اختصارها ان هو بلين برر لي الاكس زد بلين اهو، هو ده البلين اللي متهشر عندك سواء ده او ده، و
بيبعد عنه بمقدار 5 units وبوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني في الاتجاه البوزيتيف للواي، يعني قسنا 5 units وده بلين بارلل للايه؟ للاكس زد، اللي هم التو كوردينيتس اللي مش موجودين في الايتريشن. دي ملحوظه مهمه جدا جدا، دايما تتذكر هذا الاكزامبل علشان دي بيتبني عليها حاجات كتير جدا فيما يخص السيرفيسز، لان احنا لما هنتطرق لفانكشن اوف سيفرال فاريبلز النهارده بنتعرض للسيرفيسز، والسيرفيسز دي فيها حاجات بتكون سبيشال عندنا. معانا النهارده باذن الله في السيرفيسز معانا حاجه اسمها كوادراتيك سيرفيسز. الكوادراتيك سيرفيسز دي اول سيرفيس عدى عليك قبل كده وتعلموا كلكم ان هو السفير، اللي هو السفير. برضو هنا يعني قبل ما ننتقل للجزئيه دي، يعني ممكن هنا لو في بنشوف لكم كده في سلايد. بنقول لك كده، بنلخص لك في سلايد لو معانا في الدايمنشن R2 وهنا في الدايمنشن R3. ريبريزنت حاجة من مثلا سي، لما بنقول y equal 5 في الدايمنشن 2. في الدايمنشن 2 يعني معايا 2 دايمنشن فقط، ادي الاكس اكسس وهنا الواي اكسس، تمام. وواي equal 2 يعني equation straight line معايا بارل للاكس اكسس هنا، وبيبعد عنه بمقدار 5 يونتس للاكسس او للكوردينيت اللي هو مش موجود. بينما في الدايمنشن R3 لو قلنا برضو y equal 5 في الدايمنشن 3، فمعايا 3 كوردينيت سيستم، ادي هنا الاكس وده مكانه ستاندرد، يعني محدش يقول لي هيتغير مكانه. ادي هنا الاكس اكسس وهنا الواي اكسس وهنا الزد اكسس، ده الفاليو اللي هي البوزيتيف. برضو بنذكرك ان تبديلة الاكس مع الواي مع الزد الثري هنا، ان التبديلات الساينس مع بعض لو هما معانا بيبقوا 8 تبديلات، ممكن الثلاثة بوزيتيف اور الثلاثة نيجاتيف اور 2 بوزيتيف 1 نيجاتيف اور 2 نيجاتيف 1 بوزيتيف، 8 تبديلات. وعلى هذا الاساس الجزء اللي فيه اكس بوزيتيف واي بوزيتيف وزد بوزيتيف اسمه الفيرست اوكتانت، يعني الثمن الموجب. على مثال هنا لما كلكم تعلموا في الار 2 كان معانا 2 فاريبلز اكس وواي، فكان تبديلات الساينس اللي هم الاشارات عندنا لا اما الاثنين بوزيتيف اور الاثنين نيجاتيف اور واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، فكان التبديلات هم 4 تبديلات فقط. فكان لما الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف كان اسمها الفيرست كوارتر اللي هو الربع الموجب. ده معلومه مهمه ليك، لان في بعض الاحيان يقول لك فيرست اوكتانت يعني الثمن الموجب اللي فيها بيبقى اكس بوزيتيف وواي بوزيتيف وزد بوزيتيف. هنا لو قلنا ريبريزنت الواي ايكوال 5 في الار 3، قلنا ان هو ايكويشن لبلين بارلل للاكس زد بلين ده هنا، وبيبعد عنه بمقدار 5 يونتس، ادي 5 يونتس هنا، وبيبقى بارلل للاكس زد بلين. بقى معانا بلين، والبلين ده عامل زي الورقه يا شباب، ها يعني معاك ورقه كده في ايدك، لما بتبقى الورقه في ايدك هنا البيبر دي هي يعتبر ان هي بلين، هي ده بلين في السبيس في الار 3. فده هنا ادي اهو ده البلين او ده ريبريزنت للبلين الواي ايكوال 500. دي من الحاجه اللي بتخلي بالك منها مهمه عندنا. بننتقل هنا للكوادراتيك سيرفيسز، والكوادراتيك سيرفيسز دي اللي هي بيقول لك ان هي معناها سيرفيسز من الديجري 2. اسهل سيرفيسز من الديجري 2 وعد عليك هي السفير. السفير هنا معادله كوادراتيك يعني من السكند ديجري. ولو قلنا هنا نستعرض الجنرال كيس الجنرال شيب او الايكويشن الجنرال اللي كوادراتيك، طبعا معنى كوادراتيك يعني سكند ديجري، والسيرفيسز يعني معانا 3 دايمنشن اكس واي وزد، فبيظهر فيها الجنرال كيس بيظهر فيها اكس سكوير زي ما شايفين واي سكوير وزد سكوير، والاي والبي والسي دول values ارقام، وممكن يظهر فيها x y y z و x z،
بس هنا وممكن يظهر فيها اكس واي وزد، والكوفيشنس ليها دي ارقام، وده الايه الفري او الحد المطلق عندنا، الحد الفري، الفري تيرم او الحد المطلق. طيب ده الجنرال شيب لكوادراتيك، يعني ايكويشن كوادراتيك. بس احنا هنا في الجيومتريك، في الكوادراتيك سيرفيسز دي، لان احنا هنكمل عليها ونعمل لها انتجريشن، في دبل انتجريشن وتريبل انتجريشن، فبناخدها جيومتريكالي في سبيشال كيس. فمش شرط طبعا تظهر كل الترمات دي، ممكن بتلاقي، ومش شرط كلها يعني، زي الكونيك سيكشنز مكان فيه جنرال كيس للكوادراتيك وللشكل السكند ديجري، مش شرط تظهر فيها كلها. فهنا برضو بالمثل مش شرط تظهر الترمات دي كلها. السفير لما هاجي ارجع لها كسلايد، كانت معروفه كايكويشن للسفير ان بيظهر فيها الاكس سكوير وبيظهر فيها الواي سكوير، بس لازم الكوفيشن الاكس سكوير هو الكوفيشن الواي سكوير، وبيظهر فيها الزد سكوير، بس لازم برضو الكوفيشن الاكس سكوير زي واي سكوير زي زد سكوير، ده بيظهر فيها. وبيظهر فيها برضو احنا بناخد السبيشال كيس اللي هم اللي بيبقوا الاكسس فيها مع يعني الاكسات والبروبارتس ليها بتبقى سبيشال، بحيث ان ما بيبقاش فيها روتيشن للاكسيس زي الكونيك سيكشنز اللي موجوده عندنا. فبيبقى في الغالب ما بيظهرش فيها الترمات الميكسد دي اللي هي اكس واي واكس زد واي زد. السفير هنا بيظهر فيها، ممكن يظهر فيها لو فيها شيفتنج، طبعا لو فيها شيفتنج في اتجاه الاكس فممكن بيظهر الترم اللي هو جي اكس و اتش واي واي زد اللي هي ترمات يعني، وبلس فاليو اللي هي جي وايكوال زيرو. ده الجنرال كيس للسفير اللي احنا عرضناها ليكو قبل كده، او اللي احنا عرضناها في السلايد اللي فات. طيب ده السفير، والسفير هنا في تو كيسز، يعني معادله كوادراتيك مثلا سايب معانا اي اكس سكوير، السكوير ده يعني اللي هي من هنا جت كوادراتيك يعني اللي هي سكند ديجري، بلس مثلا سي اي برضو قلنا لازم الكوفيشنت زي ايه هي، بلس اي زد سكوير، وترمات تانية بقى يعني في ترم تاني مثلا سي اي فاليو تايمز الاكس بلس انذر فاليو تايمز الواي بلس انذر فاليو تايمز الزد بلس انذر فاليو اللي هي اي وايكوال زيرو. السفير دي السنتر ليها ما يميزها سنتر وريجيس، سنتر وريجيس. لما السنتر عندنا اللي بيميز ليها بيبقى زيرو زيرو زيرو، بيبقى ما فيش الترمات دي دول، وبالتالي بتلاقي هنا على طول اوتوماتيك ممكن تبقى نقولها على طول اكس سكوير، ممكن بقى ساعتها ديفايد على الايه، على الايه اللي هي لازم الكوفيشن اكس سكوير قد واي سكوير قد زد سكوير عشان تبقى سفير، يبقى اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير، وهنا ايكوال الريديوس، لو الريديوس ايه او الريديوس هنا ايه بيبقى ايكوال اي سكوير. ده هنا لما السنتر 0 0 0. طيب ايه اللي حصل هنا في السفير اللي موجوده هنا عندكم في السايت اللي هنا؟ السفير اللي هنا زي ما شايفين هنا حصل ان السنتر شيفتت لانذر بوينت، زي مثلا زي ما باينه اتش وكي وال او اكس نوت واي نوت وزد نوت شيفتنج. فبتلاقي في الايكويشن لما يحصل شيفتنج في اتجاه الاكس بتلاقي الايكويشن فيها اكس ماينس اكس نوت اول سكوير، وشيفتنج في اتجاه الواي بتلاقي فيها، يعني هنا معنى شيفتنج ان بتلاقي في الايكويشن اكس سكوير واكس، وشيفتنج في اتجاه الواي بتلاقي واي ماينس واي نوت اول سكوير، يعني بتلاقي ممكن في الايكويشن اللي بيديها لك فيها واي سكوير وواي سيميلارلي للكونيك سيكشن، يعني تتذكروا الكونيك سيكشن بس بنضيف وان دايمنشن اللي هو الزد بلس z minus z نوت و all سكوير، وهنا equal ال a سكوير أو ال r سكوير باعتبار هنا إن الريجيوس هو ال a. ده بالنسبة ليها. طيب في الغالب هنا الإيكويشن دي أنت بتستنتجها، يبقى بيديها لك هنا بيديك الترمات، بيديك الشكل ده
اللي هو الجنرال للكيس ده بيديها لك، وانت بتلاقي في الايكويشن زي ما هنشوف مع بعض في الاكزامبل دلوقتي لما نيجي الحل، بنلاقي اكس سكوير واكس يبقى فيها كومبليتنج سكوير او فيها شيفتنج، يعني السفير دي اسمها شيفتنج سفير، بتاخد شكل السفير بس ستارت من بوينت ثانيه، من سنتر ثاني شيفتنج. لو فيها اكس سكوير واكس يبقى شيفتنج في اتجاه الاكس، فيها واي سكوير واي يبقى فيه شيفتنج في اتجاه الواي، فيها زد سكوير وزد يبقى فيها شيفتنج في اتجاه الزد. تعرفوا ازاي؟ ان انت في الغالب بتعمل كومبليتنج سكوير تيبيكالي، زي ما كنت في الكونيك سيكشن بتعمل شيفتنج وبتعمل كومبليتنج سكوير وذ ريسبكت لاكس وذ ريسبكت لواي، هنا بالمثل بنعمل ان وجد بنعمل شيفتنج في اتجاه الاكس والواي والزد، كومبليتنج سكوير للاكس وللواي وللزد اذا احتاجنا هذا في الاكزامبلز اللي احنا هنتطرق ليها مع بعض. ده قلناه اللي هي الشيفتنج. برضو بتخلي بالك ان احنا ان السفير دي في الغالب بنحتاج ان احنا نعمل بروجكشن عشان نكمل موضوعات الترم، بنعمل لها بروجكشن في واحده من الكوردينيت بلينس اللي عندنا. لو عملنا هنا بروجكشن في الاكس واي بلين بنلاقيها السفير، بنلاقيها السيركل اللي موجوده دي، ما معنى الاكس واي بلين يعني بنحط زد ايكوال زيرو في الايكويشن للسيرفس، وبيبقى عندنا السيركل اللي موجوده هنا. برضو الكوادراتيك سيرفيسز لما نيجي بقى، دي كانت سبيشال كيس سبيشال كيس عدت علينا اللي هي السفير. طبعا كلكم عارفين شكل الكوره وعارفين شكلها ازاي وايه البروبارس بتاعتها، يعني دي يعني شايفينها في الحياه اكيد، يعني الكوره دي السفير شايفينها في الحياه. بقيه الكوادراتيك سيرفيسز بقى دي سبيشال كيس، يعني السفير دي سبيشال كيس من كوادراتيك سيرفيس اسمه الابسويد هنعرضه النهارده. فمعانا 5 كوادراتيك سيرفيسز النهارده بنتطرق ليهم مع بعض. الكوادراتيك سيرفيسز دي يعني فيها اشكال في الحياه زي ما هنشوف مع بعض، زي ما شايفين هنا اللي هي الساتلايت ديش اللي موجود في السلايد اللي موجود. الديش اللي موجود ده عباره عن كوادراتيك سيرفيسز هندرسه مع بعض اسمه بارابولويد. برضو الشكل اللي موجود عندنا ده اللي هو نيوكلير اكتور ده عباره عن كوادراتيك سيرفيسز موجود عندنا او موجود عموما بنشوفه او بنتفرج حتى او بنسمع عنه اللي هو نيوكلير اكتور على شكل كوادراتيك سيرفيس اسمه هايبربلويد اوف وان شيت. يبقى معانا 5 كوادراتيك سيرفيسز جداد بنتعرف ليهم النهارده مع بعض وبنتعرف على البروبارس بتاعتهم. من ضمن بقى الموضوع لينا اسمه سيلندر اند كوادراتيك سيرفيسز. طيب السيلندر هنا دي نوع تاني من السيرفيسز في 3 دايمنشن، والنوع السيلندر ده لما نيجي معنى ان احنا نسمي في الدايمنشن برضو R3 زي ما شايفين في الشكل معنا 3 coordinate system، معنى سيلندر يعني ان في coordinate من الثلاثة مش موجود، يعني بنلاقيها function في x و y مثلا say equal 0. طيب function في x و y equal 0 معنى كده ان هي equation لسيلندر. سلندر الاكسس ليها بيبقى بارلل للكوردينيت اللي مش موجود اللي هو زد اكسس. طيب ده كيس. طيب في كيس ثانيه ما فهمناهاش قوي طبعا كويس، لسه هناخد عليها اكزامبل، ممكن تبقى فانكشن في اكس وزد، يعني معنى كده ايكوال 0، معنى كده بنلاقي اثنين بس الكوردينيت والثالث مش موجود، بقى ده ايكويشن لسلندر والاكسس ليها بيبقى بارلل للواي اكسس اللي هو الكوردينيت اللي مش موجود، هنا زد اكسس وهنا الواي اكسس. طيب الرقم 3 مثلا اللي هي تبقى فانكشن عندنا في واي وزد بس وايكوال 0، يبقى ده ايكويشن للسلندر والاكسس ليها بيبقى بارلل للاكس اكسس. يعني علشان اوضحها لذهنك هنا للسلندر مثلا هنا سي عندنا الايكويشن مثلا سي زد ايكوال اكس سكوير، هنوضحها باكزامبل. السلندر ده عامل زي الورقه متنيينها بحيث ان هي
واخده شكل معين، مثلا واخده شكل برغل، فبنلاقي ايكويشن لسلندر. هو في الاكس زد يعني، اولا بنستنتج ان مش شرط كلها تبقى كوادراتيك، اتليست بيبقى في واحد كوادراتيك، والشكل الاساسي بيبقى بارابولا، فدي اسمها بارابوليك سلندر، وهرسمها لكم دلوقتي. والاكسس ليها بيبقى بارلل للكوردينيت اللي مش موجود، اللي هو عمودي او بيربنديكولار على الاكس زد بلين، اللي هو الواي اكسس. طيب ازاي الكلام ده حصل؟ مثلا سي معانا ادي الاكس اكسس، وهنا الواي اكسس، وهنا الزد اكسس. في الاكس زد بلين، فين الاكس زد بلين؟ ادي الاكس زد بلين، يبقى معايا ادي الاكس، وادي ده الاكس بوزيتيف ونيجاتيف اهو، وادي الزد، الاكس زد بوزيتيف ونيجاتيف، ده الاكس زد. بيظهر السكشن ده اللي هو البارابولا، اللي هو البارابولا اللي هنا، اللي هو بيبقى سيمتريك حوالين الزد، وايه وده الاكس يعني، خليك في الاثنين دايمنشن اللي هو الشكل ده البارابولا، اسمها بارابوليك سيلندر. طيب هي الاكسس ليها بارلل للواي، يعني اجي كده في الواي بوزيتيف هنا، واروح رسمه بارابولا تاني اهو بنفس الشكل، وممكن برضو في النيجاتيف وارسم بارابولا بنفس الشكل، ده سكتش يعني بنفس الشكل هنا، ووصل بقى ده الفيكس الدايركشن اللي عندنا ده بارابوليك سيلندر. فبتلاقي هنا السلندر ده كأنك عامل بالظبط هنا، يعني ممكن نعمل لها هايلايت اهو، ادي السكشن وهنا السكشن وهنا، فدي عبارة عن السلندر دي اسمها بارابوليك سلندر هنا. برضو علشان أبينها لك، أدي بارابوليك سلندر هي ده الشكل ده، طبعا بيفيدنا الأونلاين سيشن، ده إكزامبل بيفيدنا الأونلاين سيشن عندنا، إن إحنا بيوضح لك الشكل متلون، بيبقى جميل طبعا عن اللي إحنا بنقدر نرسمه. السلندر دي اسمها سلندر، اللي هي زد إيكوال إكس سكوير، بنلاقي ايكويشن كوادراتيك، وبيتسمى السلندر باسم الكروس سيكشن ليها، والاكسس ليها بيبقى بيربنديكولار على البلين اللي فيها اكس زد، بيبقى الاكسس اللي هو واي اكسس بيربنديكولار على البلين اكس زد، وبتسمى بارابوليك سلندر باعتبار ان الكروس سيكشن او السيكشن ليها زي ما شايفين بيبقى بارابول، بيبقى بارابول. فبنتعرف على اشكال بسيطه زي سلندر زي سيركولار سيلندر، إليبتيك سيلندر الكروس سيكشن بيبقى إليبس، وسيركولار سيلندر الكروس سيكشن بيبقى سيركولار، الأشكال البسيطة، وبارابوليك سيلندر اللي هي الكروس سيكشن بيبقى بارابوليك. بنذكرك تاني هنا زي ما بنقول ده الإكزامبل اللي احنا حليناه، أجي هنا الإكس أكسس وهنا الواي أكسس، هو بيبان بارابولا في الإكس زد بلين، يعني عشان تبقى عارفها كسكتش طبعا، يعني هنا كسكتش موجود عندك، لإما بتلاقي بندي الإيكويشن وأنت تختار الفيجر، أو بندي الفيجر وأنت تختار الإيكويشن، عشان تركب الاتنين مع بعض. إن أني واي لازم بتعرف ترسم سكتش ليه. بترسم سكتش إزاي؟ إن في الإكس زد بلين اللي موجود عندك ده بيظهر البارابولا اللي موجود، اللي هو زد إيكوال إكس سكوير. طب زد إيكوال إكس سكوير في الإكس زد بلين ده الدايمنشن 2 عادي، اللي هو بيبقى بارابولا زي ما شايفين، بيبقى بارابولا سيمتريك أراوند الإيه؟ أراوند الزد، ده البارابولا دي. وبعدين بنيجي في البوزيتيف ونرسم نفس البارابولا ده أهو، وبنوصل ما بينهم، ممكن لو عايزين كمان في النيجاتيف كمان أهو، وبنرسم نفس البارابولا اهو، نفس الشكل اللي احنا رسمناه ده بنرسمه كده، ده سكتش كل ده، ونروح موصلين البوينتس دي بوينت اهو. فدي اسمها ايه؟ اسمها بارابوليك سيلندر، اللي هو الشكل اللي
اكيد باين اوضح طبعا بالنسبه ايه بالنسبه لي. فاولا الاكسس ليها بيبقى بيربنديكولار على الاكس زد بلين اللي هو بارالل للايه اللي هو الراسم اللي هو ده اللي هو فيكس دايركشن ليها او دايركشن بيبقى الاكسس ليها بارالل للاكس زد بلين اللي هو الواي اكسس. طبعا بناخد حاجات سبيشال كتير طبعا سبيشال كيس لان الجيومتريك هنا بتوضح وبتبقى اسهل في السبيشال كيس طبعا يعني ان دي من الحاجات اللي الجيومتريك فيها بتوضح لنا اكتر هنا. برضو لو جينا تطرقنا هنا ل another sheet ممكن هنا مثلا say example x square plus y square مثلا say equal 1 ده example موجود. اولا ده في 3 dimension equation لسلندر circular cylinder. السيركولار سلندر هنا circular cylinder الاكسس ليها بيبقى parallel الكوردينيت اللي مش موجود اللي هو الزد اكسس. هو الشكل اللي موجود عندك ده بنعرفه ازاي في الاكس واي بلين بيبان السيركل ادي بوزيتيف وادي نيجاتيف. ادي بوزيتيف وهنا نيجاتيف وهنا الاكس اكسس بوزيتيف ونيجاتيف. ففي الاكس واي بلين بيبان السيركل اهو درفت كله اهو. وبعدين بيظهر طبعا اكيد بيبقى سيركل دايما السكشن ليها بيبقى دايما سيركل ممكن يبقى اليبس صح تبقى اسمها اليبتيك سيلندر اهو. طبعا السلندر دي بتبقى ممتده في البوزيتيف والنيجاتيف ما لم يذكر في المساله خلاف ذلك يعني ما لم يذكر في الاكزامبل لكن المفترض ان هي بتبقى موجوده في البوزيتيف وفي النيجاتيف. سيركولار سلندر والاكسس ليها ده الاكسس والاكسس ده هو الاكسس اوف سيمتري ده الاكسس اوف سيمتري اللي هو ده الاكسس للسلندر بيبقى بارالل للكوردينيت اللي مش موجود اللي هو بارالل للزد اكسس عندك ده اسمها سيركولار سيلندر. ممكن يبقى معانا another سيلندر مثلا هنا الاكزامبل اللي موجود برضو عندك ممكن يبقى واي سكوير بلس مثلا زد سكوير وايكوال مثلا سي ايكوال 4 فدي بتبقى سيركولار سيلندر. سيركولار سيلندر الاكسس ليها بيبقى بره الكوردينيت اللي مش موجود اللي هو الاكس اكسس. فممكن في الاختيارات بتلاقي مثلا السيلندر دي اور السيلندر دي مثلا سي اور السيلندر دي اور انذر سيلندر اور شكل تاني اور شكل كوادراتيك اور كده بنعرفه منين. لازم تبقى عارف اصلا الشكل الدرافت ليها بيبقى ازاي. فمعانا اولا في الواي زد بلين هيظهر شكل الايه السيركل فادي الاكس اكسس وهنا ادي الواي اكسس زد اكسس. ففي الواي زد بلين بيظهر بشكله السيركل. اتفضل اتفضل. البارابولا اللي فاتت اللي هي ده اتفضل لا ايوه هي دي الاكسس بيبقى خط ولا بلين يعني ايه يعني هي دي ممكن يعني ده سيكشن اصل ده اسمه سيكشن ده اسمه هي السلندر ده سيكشن وبعدين في السيكشن ده في الاتجاه ده يعني هو اللي نقصده هو ده اسمه فيكس دايركشن اصلا يعني في الدايركشن واي اي سيكشن تاخده بيظهر لك الكروس سيكشن او بيظهر لك ده اللي هو الدايركتريز او الحاجه المميزه ليها. فدايما في الاتجاه واي بتلاقي البارابولا ده ظاهر في الاتجاه واي ده معنى يعني في الدايركشن واي دايما بتلاقي السكشن ماشي يعني في الفيكس الدايركشن يعني في دايركشن اللي هو ثابت دايما ده في هذا الاتجاه لان الواي ممكن تاخد اي فاليو بوزيتيف نيجاتيف زيرو واخده تاخد اي فاليو بس طول ما هي بتاخد بيظهر لك هذا السكشن. ايوه لو ظهر لك بارابولا اسمها بارابوليك سيلندر
بناخد الأشكال البسيطة طبعا يعني. ها ولو ظهر لك سيركل زي ده اسمها سيركلر سيلندر، وبرده دي تمشي لو ظهر لك إليبس. ها لو ظهر لك إليبس اسمها إليبتيك سيلندر. يعني ممكن مثلا هنا لو هي 4x سكوير مثلا تمشي نفس الاكزامبل ده، مثلا سي بلس واي سكوير مثلا ايكوال 1. هنعرف منين ان هي إليبس؟ ان الكوفيشنت لاكس سكوير مش زي الكوفيشنت لواي سكوير. ممكن تمشي هذا الشكل اسمها إليبتيك سيلندر. تمام، شكرا يا دكتور. العفو. بحيث ان الجزء الكبير زي ما هنشوف مع بعض، الجزء الكبير بيبقى هنا في اتجاه الايه، في اتجاه الواي، تمشي برضو نفس الايه الجزء. هنا اسمها سيركولار سيلندر، يعني هنا سيركولار سيلندر، وبتظهر يعني سؤالك مثلا هي سيركل، بتظهر سيركل حقيقيه فين؟ في الواي زد بلين. فبتتخيل هنا ان انت في الواي زد بلين اللي هو اكس بزيرو. ها شكلها ايه؟ شكلها سيركل درافت، اللي هي سيركل والسنتر ليها 0 0. ها السنتر ليها 0 0 والريجيس ليها 2. فبنروح نرسم كده درافت بهذا الشكل. واضح كده اللي هو ده. وبعدين اللي انت بتسأل فيه في اتجاه دايركشن، يعني هي السكشن ده في اي دايركشن في الاكس، سواء الاكس بوزيتيف اهو، لو الاكس بوزيتيف عشان كده باخد فاليو بوزيتيف واروح رسمه نفس الشكل ده. بس يبقى خدك بالك ان السلندر دي برضو ممتده في الاكس نيجاتيف. ها ما لم يذكر في المسألة خلاف ذلك، يقول لك في الفيرست أوكتان أو الإكس والواي والزد بوزيتيف. تمام يا شباب؟ أه أجي تمام يا سؤالك. تمام، يعني في الدايركشن إكس، يعني كلنا كده مش هنختلف إن السكشن سيركل بيبان في الدايركشن إكس، والإكس ده فيكسد، يعني طول ما أنا ماشية ده الراسم، ده راسم اللي هي السلندر عندي في هذا الاتجاه، واخد السكشن اللي هو السيركولار ولا البارابولا ولا الإليبس هنا. فده نوع سهل قوي اللي هو سلندر، بتتعرف عليه اوتوماتيكالي. بس اهم حاجه هو في انهي دايركشن، في الدايركشن يعني ممتد او هو في فيكس دايركشن، في الاتجاه اللي فيه الابسنت فاريبل او الفاريبل اللي هي مش موجود، او اللي هو الفاريبل اللي مش موجود في الايكويشن عندي. فده سهل قوي. ويعني في حاجات طبعا، في اكزامبل في الاخر، اخر الليكشر الاول، في اول الليكشر بنعرفك على مجموعه من السيرفيسز ايه اشكالها وايه ستايلاتها، ولما يبقى الحاجات البروبارتس الاساسيه ليها. وبعد كده بنتطرق لما تبقى شيفتد، اللي هي فيها كومبليتنج سكوير اسوه بالكونيك سيكشنز اللي عدت عليك. بس الكونيك سيكشنز اللي هي عدت عليك في ماس 1 اللي هي كانت إليبس وكانت بارابولا وكانت هايبربولا، كانت في الدايمنشن 2، بيبقى دي سيكشنز ليها معانا هنا كجزء، او بنكمل عليها الكوادراتيك سيرفيسز في الدايمنشن 3. طب يا دكتور معلش سؤال كمان. ايوه اتفضل اتفضل. الترم اللي فات لما خدناهم خدنا الستاندرد بتاعهم، يعني كان الحالات اللي هي لما يكون البارابولا مايله وكده ملغيه. ما هو ما دي نفس الحكايه هنا، لما جيت قلت لك حكايه الملغي كان فيها روتيشن اوف اكسيس، يعني هعرضها لك، اللي هي الترمات اللي هي فيها، ما هو معنى المايل، ما هو طبعا اكيد في الجيومتريك شايف السلايد اللي موجود عندك. الجنرال كيس لما جيت قلتها ان الاكس وال والواي زد والاكس زد هنا بتبقى في الغالب في الكوادراتيك سيرفيسز بتبقى مش موجوده، علشان تاخد سبيشال كيس ان الاكسس ليها يبقى اكس اكسس واي اكسس زد. طبعا سبيشال كيس لان في السيرفيسز بتبقى العمليه اكيد بتبقى اكتر من الكونيك سيكشن، فبناخدها طبعا فيري سبيشال كمان. شكرا شكرا. يعني بالنسبه للكونيك سيكشن كانت الترم اللي ملغي فيها كان اكس واي، ده كان ميكسد واحد لان كان فيه اكس واي بس، فكان الترم الاولاني. ها فما كانش بيظهر عشان كان بيحصل روتيشن للاكسيس وكده، لا مش بنتطرق لكده قوي، لان الكورس عندنا مش ان احنا نرسمهم بس، ده احنا هنعمل عليهم دبل انتجريشن وتريبل، مالتيبل انتجريشن، دبل وتريبل انتجريشن ولاين انتجرال كمان. اي سؤال؟ اي اتفضل. ايوه اتفضل. بعد اذنك بس سؤال في السلندر اللي هي اخر سلايد كنا فيها، اللي هي سيركولار سلندر. ايوه اتفضل اهي.
ايوه هي موجوده معاك في السلايد. دلوقتي ايه الفرق ما بين معادله السلندر دي وما بين معادله الدايره في الواي زد بلين؟ لا ما هي دي قلناها في اول الليكتشر، دي قلناها في اول الليكتشر، بنأكدها لك تاني ان هنا بنتكلم بنقول لك R3 في الدايمنشن 3 يعني في اكس واي وزد، بينما اللي انت سؤالك انت كان ان واي سكوير بلس زد سكوير بلس ايكوال 4 في الار 2. الار 2 يعني معاك 2 فاريبلز، معاك الاكس واي بلين بس، اكس او معاك الواي زد بلين بس، فساعتها بيظهر صفر. ده ايكويشن لسيركل في الار 2 يعني في 2 فاريبلز، ودي ايكويشن لسلندر في الار 3. فبيبقى السؤال ان ار 3 الايكويشن دي بايه؟ وده قلناها قبل كده يعني، دي نوهنا عنها في بدايه الليكتشر خالص لو تتذكر معانا، اللي هو الجزء اللي احنا نوهنا عنه مع بعض، اللي هو ده سؤالك. هو تيبيكالي لده، لما في الار 2 واي ب 5 ايكويشن ستريت لاين، في الار 3 واي ب 5 ايكويشن لبلين. المثل بقى تقيس عليها كل السيرفيسز اللي موجودة عندنا، في الار 2 تبقى سيركل، في الار 3 تبقى سلندر، واخدة الكروس سيكشن اللي هي سيركولار سلندر. تمام، شكرا يا دكتور. يعني هنا السؤال الثاني بتاعه، السؤال اللي بيسأل هنا بيقول لي x square plus y square مثلا say equal 1 في ال dimension R2 عبارة عن ايه؟ ادي ال x، دي حاجة مهمة جدا، x و y هتبان في ال R2 يعني في ال dimension 2 تبان circle، ده هي دي، دي هتبان في الدومين والرينج برضو موجودة عندكم. بينما في ال R3 برضو لو قلنا نفس الايكويشن اللي هو x square plus y square و equal 1، لا ما نقولش سيركل، لان هي في كوردينيت مش موجود في 3 دايمنشن اللي هو lz. فمعانا ادي الاكس اكسس وهنا الواي اكسس وهنا الz اكسس، فبتظهر سيركل في الاكس واي، ولكن في الدايركشن z بتظهر السكشن دايما يبقى عندنا هو سواء زد بوزيتيف او زد نيجاتيف، فاسمها سيركولار سلندر في الدايركشن اللي هو الزد، دايما السكشن ليها بيبقى سكشن سيركل في الدايركشن فيكس الدايركشن اللي هو الزد، اسمها سيركولار سلندر. دكتور يعني هو يحدد لي في السؤال هي R2 او R3 عشان اعرف احدد؟ احنا هنا ايوه طبعا، احنا هنا في ال R3 احنا يعني احنا لما بدينا من الاول بنقول احنا بنتكلم عن function of several variables، فاول الليكشر عندنا لو تتابعتوها معايا هي recorded ان هي بنتكلم عن ال 3 dimension، فبنتكلم عن السيرفس في الوقت الحالي، فالسيرفس دي نوعها ايه؟ بنعرفك على مجموعه من السيرفسز جداد، may be cylinder may be quadratic surfaces. cylinder شرحناها، و quadratic surfaces قلنا عددها 5، special case كانت السفير، وبنتطرق لأول quadratic surface general للسفير اللي هو عندنا ال ellipsoids. طب لو صح دكتور كان سهل بس. أيوة اتفضل. هو لو كانت x square plus y square plus z square equal 1 دي كده هيبقى parallel عن x. لا هتبقى اهو لسه هنشرح بقى كوادرات، لو ظهر ال x وال y وال z هنا هيبقى quadratic surface عادي، يعني الجزء الاولاني ان في coordinate مش موجود ده اسمها cylinder. في ال x y z plane في coordinate مش موجود فاسمها cylinder. السلندر بتسمى باسم السكشن ليها، كروس سكشن المميز ليها. لو الكروس سيكشن بارابولا اسمها بارابوليك سيلندر، لو اليبس اسمها اليبتيك سيلندر، لو سيركل اسمها سيركلر سيلندر. بنتعرض للاشكال البسيطه اللي انت تعرضت لها في الكونيك سيكشن. طيب لو ظهرت بقى الكيس اللي انت بتقول عليها، ظهرت الاكس والواي والزد فيها اتليست بيبقى فيها واحد سكوير،
يعني التلاتة موجودين زي هنتطرق بقى دلوقتي لمين؟ للكوادراتيك سيرفيسز. ده بداية الليكشر عندنا، ده البداية دلوقتي هي دي، إن إحنا بنتكلم عن سيرفيسز اسمها كوادراتيك سيرفيسز. طب الكوادراتيك سيرفيسز دي عددها الجديدة اللي أنت هتتعرف بيها دلوقتي علينا معانا بيها، عددهم 5. أول واحد اسمه اسمه إليبسويد. الإليبسويد دي جنرال كيس للإليبس عندنا، بحيث إن هو في الغالب بيبقى إليبس في ال 3 dimensions. يعني إيه إليبس؟ الجنرال إيكويشن ليها إحنا بنتكلم على سبيشال كيس اللي هو x square over a square plus y square over b square plus z square over c square، ودي عندنا equal 1. السكوير دي إنديكيت لرقم بوزيتيف، يعني معنى كده بنلاقي الكوفيشن ل x square و y square و z square بوزيتيف، ومش شرط يبقوا ذا سيم، لان لو هما ذا سيم بيدي السفير اللي احنا شرحناه في بدايه الليكشر وانت خدتها في ثانوي او انت خدتها تعرف ايكويشن للسفير عندي. بنتكلم في الاول، انا بعرفكم على الفايف كوادراتيك سيرفيسز جداد. في سبيشال كيس لما حاجه مميزه ليها اللي هي السنتر اللي هي 0 0 0 اللي هي دي السنتر للإليبسويد هو 0 0 0. طيب ده اسمه إليبسويد، ده شكل جديد بنتعرف بيه مع بعض اسمه إليبسويد. هو إليبس في جميع الاتجاهات. يعني إيه إليبس في جميع الاتجاهات؟ زي ما شايفين لو قلنا معانا في الـ X Y و Z، تمام؟ X Y و Z. طيب الـ X Y و Z علشان أعرف شكله في الـ X Y بلين مثلا، سي اللي هو ده X Y بلين، المفترض الـ XY بلين الـ Z هنا، يعني في الـ Z بتبقى بزيرو. طب لو Z في زيرو تفتكروا هيدي إيه؟ أكيد هيدي إليبس، يعني هو بيظهر إليبس في الـ XY بلين مثلا سي بهذا الشكل. ده درافت يعني، طبعا بيظهر إليبس. طيب في الـ في الـ YZ بلين، في الـ YZ بلين اللي هو ده، في الـ y z بلين برضو بيظهر لنا إليبس هو ده y z بلين. لو حطينا الـ y z بلين معناها إن الـ x بزيرو، يعني لو ده مش موجود بيديك a y square over b square plus z square over c square equal 1، فبيدي الـ إليبس اللي انتوا شايفينه اللي هو. ده في الاتجاه اللي هو ده، ده إليبس برضه. طيب وفي البلين الأخير اللي هو الإكس زد بلين اللي هو ده، في الإكس زد بلين الإيكويشن ليه واي بزيرو. لو جينا هنا واي بزيرو يعني خفيت ده، واي بزيرو يعني بتخفي ده، تخفي ده تديك إكس سكوير أوفر إيه سكوير بلس زد سكوير أوفر سي سكوير إيكوال 1، برضه بيديني إليبس، يعني هو إليبس في جميع الاتجاهات. إليبس لحظة هكمل بس وبعدين أسمع أسئلة. لحظة عشان أسترسل معاكم. إليبس في الاتجاهات دي، كل الاتجاهات، تمام كده؟ أجل الشكل ده اسمه إليبسويد. طيب ده اسمه إليبسويد، بس بيهمني بقى الجزء الميجور اللي انتوا شايفينه ده، الميجور ده الاليبس اللي هو اكبر اليبس في انهي اتجاه. لان ممكن بتلاقي في الرسومات بنديك ايكويشن، بنديك ايكويشن هنا وبنقول لك ممكن الايكويشن دي ريبريزنت، وفي بعض الفيجرز عندك ممكن بتلاقي ثلاثه اليبسويد مش اليبسويد واحد. الجزء الميجور ده هنا زي الاليبس اللي كان في الدايمنشن 2 اللي موجود عندك، اللي هو اكبر فاليو للدوموريتو. مين فيهم الاي سكوير ولا البي سكوير ولا السي سكوير هي الكبيره؟ فاكبر فاليو زي ما شايفين هنا اللي هي كانت 3، هنا اكبر فاليو بيبقى الميجور بيكون موجود معاه، يعني الجزء الكبير بيبقى في انهي اتجاه هذا؟ مع هنا مع الواي في الاكزامبل ده، لان هو اكبر فاليو اللي هو كانت بي سكوير.
الحاجة التانية اللي موجودة عندك في الإليبس ده، إن بتلاقي هنا السكشن في الاتجاه ده لما قلنا X زد، الإكس زد ممكن تاخد زيرو تديك الإليبس ده، أو تاخد فاليو بوزيتيف تديك الفاليو ده هنا، أو تاخد فاليو نيجاتيف برضو بتدي الإليبس. يعني هي السكشن لما بقطع بإكس بزيرو او بلينس برر للاكس زد بلين بالبوزيتيف والنيجاتيف بيديني مجموعه برضو من الايه من الاليبسين. سبيشال كيس يبقى سيركل، لما يبقى الكوفيشن ان الاي سكوير مثلا سي قد البي سكوير قد السي سكوير، ده هيدي الايه هيدي السفير، هيدي السفير. فالسكشنز ليها بتبقى ايه بتبقى سيركل هنا. طيب ده بالنسبه ليها. انا بس هشرح، معلش هشرح لكم اكزامبل موجود عندكم في ال، هشرح اكزامبل واشوف سؤالك. طب اللي كان بيسأل ده سؤالك ايه اتفضل قبل ما انتقل. خلاص يا دكتور انا فهمت الحته اللي انا كنت غلطانه. يعني هو بس انا يعني بكمل بس الشرح، بكمل الشرح لان ممكن بجاوبك على سؤالك اوتوماتيك قبل يعني قبل ما انت تسأل يعني. تمام. الحاجه شكرا. الثانيه العفو، الحاجه الثانيه هنا مثلا equation للإليبسويد، الثلاث أشكال دي الميجور مع مين؟ الميجور مع مين؟ عندنا في الثلاثة دول في حالة الإليبسويد بتلاقي الإيكويشن واحدة للثلاثة. يعني أولا الـ x سكوير الـ coefficient ليها بوزيتيف، والـ y سكوير الـ coefficient ليها بوزيتيف، والـ z سكوير الـ coefficient ليها بوزيتيف. يعني الثلاثة دول الإيكويشن ليهم زي بعض، x سكوير over a سكوير بوزيتيف، و y سكوير over b سكوير، والزد سكوير اوفر سي سكوير وايكوال 1. احنا بس بننوه لحاجه مهمه، ودي بتيجي برضو في الاسئله بنسالك فيها في الامتحان. احنا هنا لغايه دلوقتي لغايه الان انا هعرفك على الخمس اشكال، على الفايف كوادراتيك سيكشنز الجداد اللي هم لسه مش شيفتنج. يعني السنتر للالبسويد هو 0 0 0. عرفت منين هنا ان الايكويشن فيها اكس سكوير وواي سكوير وزد سكوير شباب هنا؟ لان لو هي شيفتنج تبقى على غرار الكونيك سيكشنز. لو في شيفتنج في اتجاه الاكس يعني واخده شكل الاليبسويد ده، في شيفتنج في اتجاه الاكس بنلاقي الايكويشن فيها اكس سكوير واكس. وعلشان تشوف الشيفتنج عشان تعرف السنتر للاليبسويد بايه بتعمل كومبليتنج سكوير. ده لسه هنقوله امثله في الاخر. نتعرف الاول عليها على الاشكال الفايف في الكوادراتيك سيرفيسز، وبعدين نشوف الشيفتنج ليها حتى في السلندر عندنا في اكزامبل موجوده عندنا في النيتشر. لو في واي سكوير وواي يبقى في شيفتنج في اتجاه الواي، ولو في زد سكوير وزد يبقى في شيفتنج في اتجاه الزد. يعني الشكل ده موجود بس شيفتنج مش عند 0 0 0 اللي هو ده، يعني بياخد نفس الالبسويد بس مش عند الاوريجن اللي هو 0 0 0، بيبقى عند شكل او عند بوينت ثانيه شيفتنج، تبقى سام بوينت زي على غرار السفير اللي احنا شرحناها مع بعض. فمثلا هنا في الثلاثه كيسز دول، سواء الميجور كان مع الاكس او الميجور كان مع الواي او الميجور كان مع الاكس مع الزد، بنلاقي الايكويشن واحده اللي بيديها لك في المساله، ان معاملات فيها اكس سكوير وفيها واي سكوير وفيها زد سكوير، لو فيها اكس او واي او زد يعني فيها شيفتنج. معايا يا شباب؟ وعشان تعرف الشيفتنج ده قيمته ايه بتعمل كومبليتنج سكوير زي الكونيك سيكشنز بالظبط، وهناخد عليها امثله. هنا مجرد ان احنا بنشوف الدوموريتور مين فيهم اكبر دوموريتور يبقى الميجور بيكون موجود معاه، يبقى ده اللي بيهمني. لو جيت لقيت ان الميجور مع الاكس يعني اكبر فاليو هي اي سكوير، هي الكبيره، اكبر فاليو في الدوموريتور هي الكبيره، يبقى معنى كده ان هو بتلاقي الالبسويد في اختياراتك، بتلاقي الالبسويد اهو والميجور فيها بيكون مع الايه، بياخد شكل الالبسويد والميجور فيها بيبقى مع الايه، بيبقى مع الاكس اكسس. بينما في الاتجاه الثاني اللي هو ده وفي الاتجاه الثالث اللي هو ده بيبقوا اقل فاليو ليها. يعني اكبر فاليو عند ايه؟ عند اكس بالايه والواي بالزيرو وزيرو، بنلاقي هنا الفاليو والبوينت اللي هنا بتبقى نيجاتيف ايه وزيرو وزيرو، بتلاقي الايه هي اكبر فاليو، يبقى الميجور مع الاكس اكبر فاليو في اختيارك وانت بتختار. ها طيب لو هنا برضو الابسويد ونفس الايكويشن اكس واي وزد مثلا، بنلاقي علشان يبقى الميجور مع الواي بتلاقي ان البي سكوير هي الكبير. نفس الحكايه هنا، سواء البي سكوير كانت واي سكوير او واي ماينس واي نوت اول سكوير لما تعمل الكومبليتنج سكوير. يعني معنى كده ان الميجور
بيكون مع الـ A مع الـ Y في اتجاه الـ Y. أكبر قيمة أو أكبر إليبسويد بيبقى في اتجاه الـ A في اتجاه الـ Y. ده هنا بهذا الشكل، حيث إن الفاليو اللي هنا بتبقى أدي 0 و B و 0، والفاليو اللي هنا بتبقى 0 و نيجاتيف B و 0، بينما في الاتجاهين التانيين بيبقوا أقل شوية. إليبس أو سيركل مفيش مشكلة برضو، ممكن يبقى سيركل لأن سبيشال كيس من الإليبس، بيبقى سيركل مفيش مشكلة، بس الميجور أكبر فاليو بتبقى في اتجاه الـ A في اتجاه الـ Y. بتلاقي الإليبس أكبر فاليو في اتجاه الـ Y. آخر حاجة عندنا بيبقى الميجور مع الزد أكبر فاليو في اتجاه الزد، ساعتها بنلاقي إن السي سكوير في الدومينيتور أكبر فاليو. يبقى معانا ادي اكبر فاليو هنا، ادي البوينت 0 و 0 و سي، واكبر فاليو هنا كدرافت تبقى 0 و 0 و نيجاتيف سي، ده اكبر فاليو عندنا. فبتلاقي الابسويد فعلا الابس في جميع الاتجاهات، ولكن اكبر فاليو بتكون مع الزد. بينما في التو دايركشنز التانيين بتلاقي برضو في الابسويد او سيركل مفيش مشكلة، بس بيبقوا اقل فاليو، اقل شوية منه. ده بالنسبة ايه؟ بالنسبة ايه؟ ده اللي بيميز الابسويد في الاكويشن، لان الاكويشن واحدة. اولا بتلاقي الكوفيشن الاكس سكوير وواي سكوير وزيد سكوير زي بعض وايكوال 1 بوزيتيف و مع بعض، والدومريتور A سكوير و B سكوير و C سكوير اندكيت ان الرقم بوزيتيف، يعني دايما بتلاقيهم هم بوزيتيف. بس اكبر دومريتور مع مين؟ زي كون اكسبشنز، ما كنت بتدور على اكبر دومريتور وتقول الميجور اكسس معاه، فهنا في الالبسويد بنشوف اكبر دومريتور وبيبقى الميجور برضو كشكل بيكون موجود معاه. برضو هنا يعني في اكزامبل كده اكيد بسيط موجود عندك. مثلا سي لو قلنا الابسويد بيديك ايكويشن اكس سكوير، بنتكلم دلوقتي على السبيشال كيس ان السنتر للالبسويد هو 0 0 0، فمعانا اكس سكوير بلس واي سكوير اوفر 9 بلس زد سكوير اوفر 4 ايكوال 1. ممكن يديها لك في شكل تاني، مثلا سي اللي هو 36x سكوير، ده هو ده بلس 4 مثلا y سكوير بلس 9z سكوير و equal 36. فأولا بتروح divided على 36 وبتاخد الشكل ده. طبعا المرحلة التالية اللي هنحل فيها في الاخر بعد ما نتعرف على الاشكال كلها، ان اصلا بيديها لك فيها x سكوير و x، ففيها shifting في اتجاه ال x وبتعمل completing square y سكوير و y و z سكوير و z، بتعمل shifting او هي shifted ellipse، وعلشان تستنتج السنتر بتعمل completing square. هنا ايوه اتفضل. هو في السلايد اللي فات لو كان مثلا ال a بتساوي ال b فهيكون في تو ميجر اكسس، يعني ال A قد ال B. هو ممكن تبقى سيركل، ساعتها هتبقى سيركل لو B قد، لو ال A قد ال B، يعني ال A قد ال B وهي الكبار مثلا، يعني ما هيبقى ساعتها هو هيبقى في اتجاهين، هيبقى سيركل والاتجاه الثالث هيبقى إليبس. الميجر ما هي سبيشال كيس. سبيشال كيس، يعني كل دي سبيشال كيس. هو عندي سؤال بس معلش. هو بس كمان يعني السكشنز دي، يعني الكروس سكشنز اللي هي موجوده عندك هنا، يعني الكروس سكشن اللي شايفينها هنا في الالبسود اللي انت بتعملها ممكن تبقى سيركل، يعني هي ان جنرال بيبقى الالبس. طبعا عارفين من ماس 1 ان السيركل سبيشال كيس، من السبيشال كيس من الالبس لما الكوفيشنتس قد بعض، اللي هي قد البي او البي قد السي، او يعني ممكن يبقوا اثنين متساويين مفيش مشكله فيهم. يعني مثلا لو عملت بروجكشن للابيزويد هيبقى عندي تو سيركلز والثالث الالبس. ممكن. طيب بنشوف مع بعض كده، اجي مثلا ده الاكزامبل الموجود.
فبتلاقي انا بيهمني بقى في الالبسويد لو امتى بتحلها كمساله، ممكن لو دي الايكويشن، فبنقول لك الايكويشن دي بتمثل ايه، ونروح جايبين لك مجموعه من الفيجرز. فانت بتعمل ايه؟ اولا بتتعرف عليها وبتشوف الميجر مع مين. اولا اتعرفنا عليها انها اليبس، الالبسويد، انها الالبسويد. الالبسويد ده السنتر فين؟ السنتر فين؟ السنتر هنا 0 0 0. طيب وكمان الميجور مع مين؟ الميجور مع الايه؟ مع الوول. يبقى بنلاقي اكبر فاليو موجوده مع الوول، اكبر اليبس بيظهر في اتجاه الوول، اللي هو زي ما شايفين هنا، اللي هي الفاليو دي اللي هي اكس ب 0 واي ب 3 وزد ب 0، وفي الاتجاه الثاني اللي هي اكس ب 0 واي بنيجاتيف 3 وزد ب 0. ده اكبر اليبس بيبقى في اتجاه الايه؟ اتجاه الوضع. ده الميجور قصد الكبير. تمام كده يا شباب؟ ده درافت، ده كله ده درافت. بينما في الاتجاهين التانيين بيظهر إلبس أقل. ده درافت برضو ليك، ده توضيح يعني السكشن هنا بيبقى إلبسات، وفي الاتجاه التالت بيظهر برضو إلبس اللي هو ده. زي ما شايفين هنا ان لما هنا اجي اهو، ده هنا بيظهر طبعا لما عند الواي ب 3 والاكس ب 0 والواي ب 0 بيديني ايه؟ بيديني هنا واي ب 3، يبقى هنا واي سكوير اوفر 9 والاكس ب 0 والواي ب 0، فبيديني واي سكوير ايكوال 9، يعني الواي ايكوال بلس اور ماينس 3. ده الجزء الميجر، وده توضيح ليك يعني ان هو ده مثلا لو عملنا له هايلايت للالبس، ده الالبسويد، ده الالبس. يعني دي حاجات بسيطه. تاني او تاني كوادراتيك سيكشن، تاني سوري، تاني كوادراتيك سيرفيس، التاني اسمه كونكت سيكشن، التاني كوادراتيك سيرفيس اللي هو اليبتيك بارابولويد، اللي هو الشكل اللي موجود عندك ده. الاليبتيك بارابولويد ده شكل ستايل معروف، يعني بيظهر لنا في الحياه في بعض الابلكيشنز، منها الدش، الساتلايت دش اللي موجود عندنا ده بياخد شكل بارابولويد. وفي كمان من الابلكيشنز اللطيفه الشكل ده اللي هو ده ليه شكل. اولا الايكويشن ليها بيبقى الزد ايكوال زد اوفر سي ايكوال، ده احدى الستايلات، زد اوفر سي ايكوال اكس سكوير اوفر اي سكوير، والاي سكوير انديكيت لرقم بوزيتيف، بلس واي سكوير اوفر زد اوفر بي سكوير، والبي سكوير انديكيت لرقم بوزيتيف، يعني اكس سكوير واي سكوير ظاهره والثالث بيبقى مش سكوير. وده احدى الستايلات ليه، بيدي بارابولويد يعني فيها اكس وواي وزد، فيها الاكس سكوير والواي سكوير، وفيها واحد منهم بيبقى مش سكوير اللي هو الزد. ده اسمه بارابولويد، او ده اسمه اليبتيك بارابولويد ان جنرال، يعني هو اسمه اليبتيك بارابولويد بنسميه بارابولويد يعني، او بنسمى بارابولويد. بيظهر لنا في الحياه في الساتلايت دش اللي احنا عرضناه في الاول، بياخد شكل الدش كده اللي متعلق، هو واخد شكل البارابولويد. في ستايل تاني او في ابلكيشن تاني مهم بتشوفوه كتير عندكم، اللي هو فانوس العربيه، يعني ده شكل برضه ستايل لفانوس العربيه، بياخد هذا الشكل باعتبار ان السكشن دي واحده من السكشن هنا، لما اكس ب 0 بيبقى الزد والواي سكوير بيجي بارابولا، ولما الواي بزيرو اور بكونستانت فاليو كونستانت يعني بيجي برضو بارابولا، يعني في الاتجاه ده بيجي بارابولا وفي الاتجاه التاني بيجي بارابولا، اهو بيجي برضو بارابولا. بينما في الاتجاه التالت لما الزد نفسها تاخد فاليو، الفاليو دي ستارت من زيرو، لو زدت بزيرو بيدينا اكس سكوير over a square plus y square over b square equal 0، دي اكيد x ب 0 y ب 0 اللي هي البوينت دي، والبوينت دي اسمها فيرتكس. يبقى ما يميز البارابولويد فيرتكس وايه؟ واكسس، اكسس اللي هو الاكسس اوف سيمتريك، الاكسس اللي هو الزد اكسس. يبقى الكوردينيت اللي مش سكويرد
هو الاكسس بيكون معاه اللي هو الزد. طيب ده شكل الفانوس العربيه، لان عارفين طبعا من البروبارتس للبارابولا، للبارابولا هنا عارفين من البروبارتس للبارابولا ان بيتحط الضاءه او الفانوس بيتحط هنا ان هو في البؤره اللي هو الفوكس، بحيث ان هي لما بتضرب في البارابولا اللي هو ده بتنعكس الاشعه بتبقى بارلل، يعني من مميزاتها ان تنعكس الاشعه بتبقى بارلل للاكسس ليها، ودي من ضمن استخدامات الايه، من ضمن الاستخدامات بتلاقيها ان بيظهر لك شكل البارابولويد في الساتلايت ديش، ممكن في فانوس العربيه ده حاجه بتبقى من الحاجات المشهوره. ما يميز البارابولويد ده فيرتكس، الفيرتكس دي بنعرفها 0 0 0 لان دي سبيشال كيس، لما بنلاقي اكس سكوير لوحدها مفيش اكس سكوير واكس فمفيش شيفتنج، ولما بنلاقي الواي سكوير لوحدها مفيش واي سكوير واي يعني مفيش شيفتنج وكومبليتنج سكوير، ولما بنلاقي الزد لوحدها مفيش بلس 1 ولا ماينس 1 ولا كده فبتبقى 0 0 0، دي اسمها فيرتكس اللي هي 0 و 0 و 0. طب يا دكتور معلش بيظهر، ايوه بيظهر، ايوه انا لسه بشرح. لا السؤال في الاليبسويد حضرتك خلصتيه. هو الاليبس اللي كنا بناخده الترم اللي فات كان ليه فوكس، الاليبسويد ملوش فوكس؟ لا اكيد في سيكشن منه، يعني انت هنا يعني بتعامل مع الفوكس بتاعه يبقى 2 دي مش 3 دي. انت الاليبس نفسه لا ما انت بتتكلم طبعا اكيد الشكل في الجيومتريك، احنا مش بنتطرق بقى لكل البروبارتس بتاعته، انا بيهمني في الاليبسويد ده اتعرف عليه علشان اعمل له بروجكشن في واحد من الثري كوردينيت بلينز، سواء الاكس واي او الواي زد او الواي او الاكس زد او الواي زد، اعمل له بروجكشن فبيظهر اليبس على اساس ان انا هكمل بقى لا اما ديفرنشيت او انتجريت، فبيهمني البروجكشن عشان اقدر اقسم سلايدز او اقسم شرايح يعني ستريبس اللي هي شرايح يعني، واقدر ان انا اكمل المشوار المالتيبل انتجريشن عندي. اوكي يعني مش بناخده ككونيك سيكشن كبروبارتس وكده، دي قصه تانية، احنا بنتعرف بس على السكشنز ليها، يعني هو المقاطع ليه عند دي اسمها مثلا لما يعني هنا لما الواي مثلا سي بتو، الواي بتو يعني لما بثبت الواي بتبقى اخفيها او يبقى فاليو مش كده، اخفيها او تديها فاليو، فمعنى أيه. كده ان بيظهر لك اكس سكوير اوفر اي سكوير بلس زد سكوير اوفر سي سكوير ايكوال فاليو، يعني اليبس بيظهر لك اليبس، فده اسمه حاجه اسمها التريس، يعني معنى كده ان احنا لما بتقطع ببلين سبيشال بيظهر لك تريس، ده اسمه تريس، يعني ده معناها جيومتريكالي تريس، ففي الميني سيكشن ده ساعتها هيبقى الاليبس تقدر تاخد له البروبارس لو انت هتكمل بقى الجبرا كده، لكن هنا موضوعنا في ماس 2 بيهمني السكشنز عشان بعمل بروجكشن وبكمل، لان باخد ستريبس وبكمل بقطع واكمل شرايح في المالتيبل انتجريشن سواء دبل او تريبل انتجريشن، ده اللي بيهمني فيما يخص السيرفيسز. شكرا دكتور. لكن اكيد طبعا ليها بروبارس طبعا وليها حاجات كتير طبعا، يعني ما يعني ليها قصه تانية يعني طبعا يعني دي موجوده. تمام شكرا دكتور. طيب هنا بالنسبه لي البارابولويد، بالنسبه لي البارابولويد بيميز ليها فيرتكس وبيبقى ليها برضو السكشن في الاتجاهين، يعني في الاكس زد بيظهر بارابولا، وفي الاكس زد بيظهر بارابولا، وفي الواي زد برضو بيظهر بارابولا، فعشان كده بيبقى اسمه بارابولا. ادي البارابولا اهو في هذا الاتجاه، بينما في الاتجاه الزد لما زد بزيرو ستارت زد بزيرو بيدي البوينت دي اللي هي الاوريجن اللي هي بنسميها فيرتكس، زد مثلا سيب 1 بيدي اليبس واليبسات، يعني في اتجاه الزد السكشنز بتدي اليبسات، اللي هو دي من هنا جت ان هو اسمه اليبتيك بارابولويد. في الاتجاه الثاني الدايركشن الثاني بيظهر برضو بارابولا، طبعا يعني هي البارابولا اللي انا برسمها كده ده درافت، لكن فيها ظاهر ومختفي مش مبينينه هنا، لكن اكيد هو بيبان في 3 دايمنشن اللي هو ده في الاتجاه اللي هو الثالث ده
بيظهر اللي هو البارابولا. ده اسمه إليبتيك بارابولا. طيب بنتعرف على الإيكويشن إزاي؟ إن لما بيبقى ده اسمه الأكسس يهمني ليه فيرتكس اللي هي دي، يعني بعملها هنا أدي هايلايت، بيهمني ليه فيرتكس اللي هي دي، وبيهمني ليه أكسس اللي هو الزد اللي هي الكوردينيت اللي مش سكوير اللي هو الزد. الكوردينيت اللي مش سكوير بيبقى الأكسس معاه، والفيرتكس يعني هو ستارت من فيه. تمام؟ السي دي ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف. يعني السي اللي هي اللي هنا لو هي بوزيتيف يعني المقدار اللي هو الفاليو اللي هي دي، لو الكميه دي بوزيتيف يبقى البارابولويد مفتوح لاعلى او هو في اتجاه الزد البوزيتيف، ولو نيجاتيف هيبقى في الاوبوزيت دايركشن. ممكن نعمله في الاتجاه الثاني مثلا نوضحه لك. اجي مثلا اجي لون ثاني، ممكن انظر بارابولويد ياخد نفس الايكويشن بس السي بتبقى هي نيجاتيف، فبتلاقي البارابولويد ليه نفس الفيرتكس ولكن في اتجاه الزد اللي هي نيجاتيف، وبياخد نفس الايه الشكل اللي هو ده في اتجاه زد نيجاتيف، لانه مثلا السي ساعتها السي لازم زيرو او زد نيجاتيف، يبقى هو موجود طول ما ايه ما الزد نيجاتيف عشان ياخد الاليبس بارابولويد اللي هو ده. ده هنا اللي هو ده بالنسبة لإيه لو السي لو سي نيجاتيف والبارابولا اللي فوق لو السي هنا بوزيتيف، السي اللي هو لو بوزيتيف يبقى في اتجاه زيادة الزد، ولو نيجاتيف يبقى في اتجاه الزد اللي بتبقى نيجاتيف عندنا. يعني فيها كيسز كتيرة وفيها حاجات كتيرة. الأول بعرفكم على الأشكال وعلى الاستايلات. هنا لما جينا قلنا برضو ما زلنا في البارابولويد، فالبارابولويد لو الاكسس مثلا سي مع الزد يعني زد اوفر سي اوفر ايكوال اكس سكوير اوفر اي سكوير، ممكن هنا اجي زد اوفر سي ايكوال اكس سكوير اوفر اي سكوير بلس واي سكوير اوفر بي سكوير. قلنا الفيرتكس ليها 0 0 0، وقلنا في الاول بس بنتطرق ان مفيش كومبليتنج سكوير عشان بس جاست نتعرف على الاشكال والسكشنز ليها ايه وكده، وبعد كده بنعلي الليفل شويه طبعا لان ده اللي بيبقى مهم عندنا ان احنا ممكن بنعمل كومبليتنج سكوير. ممكن يجي البيسك وممكن ان هي يديك الايكويشن وانت تختار الشكل، او يديك الشكل وانت تختار الايكويشن، زي ما كل دي موجوده معانا النهارده في الاكزامبل عندنا. ده بارابولويد لما يبقوا اتنين سكوير بوزيتيف الاكس سكوير والواي سكوير، بينما الكوردينيت الثالث اللي هو الزد بيبقى مش سكوير. فده اولا كوادراتيك سيرفيس لما يظهر اتليست بيبقى منهم واحده بيبقى سكوير، وكمان فيها اكس واي وزد، لان لو اختفى واحد هيبقى سلندر، يعني كده بنتعرف مع بعض. وفي نفس الوقت هنا الاكسس بيبقى مع مين؟ فيرتكس. ما يميز البارابولويد فيرتكس واكسس. الاكسس اللي هي الاكسس اوف سيمتريكلي اللي هو بيظهر السكشن بارابولا في انهي اتجاه في كل سكشن، كل ما ادي زد فاليو يظهر اكس. ده الاكسس عندنا، ده بارابولويد، ويفرق اذا كان سي بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني الاعلى ولا الاسفل. برضو هنا ممكن يبقى الاكسس مع الواي مثلا، الاكسس مع الواي، ففي الحاله دي بنلاقي واي اوفر بي، والبي ممكن تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف ايكوال اكس سكوير اوفر اي سكوير، واي سكوير انديكيت لرقم بوزيتيف بلس زد سكوير اوفر سي سكوير. يعني ممكن نلاقي الاثنين سكويرد هم اكس وزد، بينما اللي مش سكويرد هو الواي، يبقى ده بارابولويد، يبقى ده ايكويشن لبارابولويد. والاكسس ليها بيبقى مع ايه؟ بيبقى مع الواي. دكتور ايوه ممكن يفتح المايك ويسال. اتفضل دكتور. لو انا حبيت اعمل شيفت في اتجاه الزد هيبقى شكله ازاي في المعادله؟ شيفتنج في اتجاه الزد بيبقى زد ماينس 1 مثلا سي زد بلس 1 مثلا زد بلس 1 ايكوال اكس سكوير بلس واي سكوير مثلا، شيفتنج باتجاه زد. فهو ستارت الشكل ده، ما دي موجوده معانا في الاكزامبل، قلنا ستارت شكل البارابولويد بس من بوينت ثانيه اكس ب 0 واي ب 0 وزد وزد بايه 1. فاعمل لك لون ثاني اهو مثلا سي كده،
فستارت من بوينت تانية وياخد شكل الايه البارابولويد. يعني هي العمليه بتبقى سيمبل برضه. ها لما تفهم الاشكال الاساسيه بتقول انت ستارت من بوينت تانية، يعني نفس الشكل ده بس ستارت من بوينت تانية. البوينت دي ستارت منين حسب بقى شيفتنج، عملت كومبليتنج سكوير ولا زد بلس 1 ولا وهكذا. طبعا هنا هنا بلس 1 يبقى الشكل ده، لما اكس 0 واي 0 يبقى هنا ال1 بيبقى هنا، ال1 بيبقى هنا معايا، لان هنا البلس 1 هيبقى اللي تحت. يعني لو هو نيجاتيف 1 هنعمل لك هنا بلون تاني مختلف اهو، مثلا سيب مثلا سيب ده مثلا. لو هو هنا هيبقى ستارتنج من نيجاتيف مثلا، مفيش مشكله، وهكذا وممتد الاعلى لغايه ما لا نهايه. معايا ستارت من فيرتكس بتاعتك اكس سكوير. ما انت اصلا بتحط اكس 0 واي ب 0 بيديك زد بكام؟ تمام اداني زد ب 1 يبقى هو اللي اعلى، اداني زد بنيجاتيف 1 يبقى هو الاسفل. ده الفيرتكس المميزه دي. يعني بشوف ان الشكل ده يعني هو كوادراتيك سيرفيس السبيشال، انا بدرسه الاول دلوقتي في السبيشال كيس عشان افهمها كويس. الباقي بقى شيفتنج، يعني هرسم الشكل ده ستارتنج من بوينت تانية. هجيبها ازاي؟ بكمبليتنج سكوير. وكمبليتنج سكوير دي بالنسبه لكم ده تعتبر يعني ايه لعبتكم بقى دلوقتي، بقيت تعرفوها كويس قوي يعني. بس بنشوفها بقى في 3 دايمنشن، ممكن يبقوا يعني سكوير دول ماينس 1 في المعادله، يبقى انا هيبقى انا من شيفت من بوينت زد 1 يعني في البوزيتيف على العكس. يعني مثلا انا هنا لو انا قلت اكس سكوير في المعادله ماينس 1 مش نفس ما انا دي معايا في اكزامبل القادمه اهو. يعني انا يعني انا يعني هي العمليه مش صعبه. يعني هنا ما تلخبطش نفسك، هنا لما اكس ب 0 واي ب 0 الزد بكام، سواء هي موجوده في الليفت هاند سايد ولا في الواي ولا في الرايت هاند سايد، مش كده؟ لا هنا ب 0، لكن الشيفتنج ده انت بتقول لي 1 ولا نيجاتيف 1. يعني هنا لو هي زد ماينس 1 ايكوال اكس سكوير بلس واي سكوير، ستارت منين؟ ستارت من 0 0 1 اللي هو ده هو ده. تمام. لكن الشكل اللي هو ده ستارت من نيجاتيف 1 ليه؟ لان ممكن يبقى زد ايكوال اكس سكوير، انت العبره اكس 0 واي ب 0 يديك نيجاتيف 1، يبقى هو ستارت من ايه؟ ستارت من 0 0، يعني الفيرتكس ليها 0 0 ونيجاتيف. تمام. لما بتعمل اصلا ونفس الفكره برضه، يعني بيحصل يعني معنى كده دي اسمها شيفتد بارابولويد. وممكن كمان ما يبقاش الاكس ب 0 برضه، مش كده؟ اي احتمالات عادي. كتيره بقى، يعني هنركب اكزامبلز كتيره جدا، يعني هي الكيسز كتيره، بس انا عايزاك في الاول بتفهموا الاشكال والستايلات، وبعد كده الباقي بقى كومبليتنج سكوير هتفهمها، هتبقى سهله قوي بالنسبه لك. يعني ركبت الباقي بتبقى سهله. هي يعني صبرا معايا شويه، بنتعرف على الاشكال نفهمها كويس بنلاقي الباقي بتبقى سهل. هنا برضو الكيس الثانيه مثلا نفس فكرتك برضو، ها نفس الفكره. ادي ما يميز البارابولويد فيرتكس واكسيس. الفيرتكس هنا 0 0 0، لو جيت عوضت اكس ب 0 وزد ب 0 يديني واي ب 0 يبقى 0 0 0، لو الواي ب 1 يبقى ستارتنج من بوينت ثانيه، مش كده؟ فهو هيبدا شكل الايه؟ شكل البارابولويد، والاكسس ليها هو الواي، ومع الواي البي بوزيتيف يبقى الواي في اتجاه زياده الواي، يبقى البارابولويد في اتجاه زياده الواي. لو البي بوزيتيف معايا هنا يا شباب، يعني الاكسس هنا مع الواي اهو، يعني بياخد واخد شكل البارابولويد اهو، والاكسس ليها مع الواي، مع الواي في اتجاه لما بيبقى البي بوزيتيف، البي بوزيتيف بي بوزيتيف يبقى في اتجاه زياده الواي، لو البي نيجاتيف اكيد في الايه؟ في الاتجاه الثاني عندنا. طيب الكيس الثالثه هنا يا شباب، الاكسس مع الاكس اكسس، مع الاكس اكسس ممكن اكس اوفر ايه ايكوال واي سكوير اوفر بي سكوير بلس زد سكوير اوفر سي سكوير، تمام؟ طيب يبقى الاكسس مع الاكس اكسس. طيب ولو هو يبقى الفيرتكس هنا اللي كان بيسالني، الاكس الفيرتكس ليها 0 0 0، عرفت منين 0؟ ان الاكس هنا لوحدها مفيش بلس اور ماينس، ها والواي سكوير لوحدها مفيش واي ماينس حاجه اول سكوير، يعني ممكن اكتب لك الجنرال كيس ليها، وهنا هتبقى والزد سكوير لوحدها، يبقى ده بارابولويد
والاكسس الفيرتكس ليها 0 0 0 وستارتنج، والاكسس ليها مع ايه؟ مع الاكس. لو الاكس لو الاي بوزيتيف يبقى في اتجاه الاكس، في اتجاه الاكس البوزيتيف. والسكشن ده ممكن يبقى سيركل وممكن يبقى ايه؟ اليبس، اللي هو ده اللي هو ده. تمام. لو انتوا بقى يعني لو يعني يعني هنا الايكويشن هنا عايزين مثلا جنرال ايكويشن، مثلا جنرال ايكويشن اللي كان مثلا بيسالني على الجنرال ايكويشن ليها هنا، ممكن نعمل لها جنرال واحده منهم، واحده منهم وليكن ان الاكسس ليها مع الزد اللي هو جنرال. يعرفها منين؟ يعرفها منين يعني؟ ممكن تقول ان ان الجنرال ايكويشن حصل شيفتنج ازاي؟ الزد نوت اهو في الاتجاه ده اهو اوفر مثلا سي، والسي ممكن بوزيتيف او نيجاتيف، ايكوال اكس ماينس اكس نوت اول سكوير اهو اوفر اي سكوير بلس واي ماينس واي نوت اول سكوير اهو اوفر بي سكوير اوفر بي سكوير. ممكن دي تبقى الجنرال كيس اللي كان بيسالني على الشيفت اهو. يبقى هنا ادي الزد ماينس زد نوت اللي هو ده. يبقى في الحالة دي اللي هنا الزد الاكس نوت، ولما تيجي تقرا الفيرتكس تقرا الاكس الاول ثم الواي ثم الزد عشان ما تتلخبطش. يبقى هنا البارابولا البارابولويد اللي هنا اللي هنا 0 و 0 و 0 ده الفيرتكس، والاكسس ليها هو الزد. الفيرتكس اللي موجود البارابولويد الاعلى الاكس ب 0 والواي ب 0 والزد ب ايه ب 1 تمام، والبارابولويد الاسفل الاكس ب 0 والواي ب 0 والزد ب نيجاتيف 1. اوكي اظن كده واضح. دي الكيس من بالمثل اللي بتشوفها تقيسها للكيس دي وبالمثل بتقيسها بالنسبه للكيس دي. برضو بنأكد برضو هنا على معلومة برضو يعني اللي كان بيسألني على الشيفتنج للزد، والزد كان أسهل حاجة لأن بتشوف المقدار ده قيمته قد إيه، فلو زد لوحدها ولا زد بلس أور ماينس قيمة. بالنسبة للإكويشن لما خدناها في سبيشال كيس كان فيها إكس سكوير وكان فيها واي سكوير مثلا، ده للكيس اللي هي اللي موجودة في الليفت اللي هي الكيس دي. لكن لو فيها إكس سكوير وإكس يبقى ساعتها فيها شيفتنج في اتجاه الاكس، ولو فيها واي سكوير وواي يبقى فيها شيفتنج في اتجاه الواي. بنعرفه ازاي؟ بنعمل كومبليتنج سكوير. فانا بركز ان انت تعرف الشكل الاساسي موجود فين، وبيبقى فيه فيرتكس بتبقى ستارت لا اما من الاوريجن او من بوينت سام وير شيفتنج في حته، وبيبقى فيه اكسس، الاكسس اللي هو اتجاه الزياده اللي موجود اللي انت اكسس اوف سيمتريك للكيس دي اللي هي الاليبتيك بارابولويد اللي هو موجود. برضو دكتور لو جينا شفنا اكزامبل. ايوه اتفضل. حضرتك عندي سؤال بس، لو مثلا الليبتيك بارابولايد دي يعني كانت في بلين ومايله، هل احنا عندنا اللي هو الجزئيه انها تكون مايله على اكسس معين؟ الليبتيك بارابولايد كان في بلين، الليبتيك ده كير يعني ده سيرفيس مش في بلين، لا هو مش موجود في بلين، هو موجود في الفراغ يعني الفانوس العربيه او الدش ده مش موجود في بلين. تمام. يعني لو يعني الاكسس بتاعها مايل يعني على يعني لا 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 لا, 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 لا. احنا واخدين سبيشال كيسز، اصل دي كوادراتيك سيرفيس لسه، اصل دي لسه هنبدا فيها نعمل ايه، هنعمل انتجريشن ليها. فالاول بس بنتعرف على شكلها عشان بعد كده، وعشان تعمل انتجريشن بتعمل بروجكشن على واحد من الكوردينيت بلينس الاساسيين لا اما الاكس واي او الاكس زد او الواي زد حسب ايهما اسهل بالنسبه لنا يعني، او هنعرف نكمل. ده لسه ليها تكمله، ده احنا بس بنتعرف على شكلها. فطبعا بناخدها سبيشال كيس، ده الجيومتري، والجيومتري بتعالج لنا قضايا كتير ماثيماتيكال يعني. تمام. الكيسز الثانيه العفو ليه احنا بس لسه بنتعرف عليها يعني. بالنسبه للاكزامبل كده صغير، لو قلنا بارابولويد زد ايكوال تو اكس سكوير بلس واي سكوير، اولا بارابولويد ده ايكويشن لبارابولويد عشان فيها الاكس سكوير والواي سكوير والزد هي اللي مش سكوير، فظهر الثلاث الثري كوردينيتس ظاهريه واثنين سكوير والثالث مش سكوير يبقى بارابولويد. طيب بارابولويد بيهمني فيرتكس واكسس،
الاكسس بيبقى مع الكوردينات اللي مش في سكوير، اللي هو مع الزد اللي هو ده. والفيرتكس زي ما شايفين بيبقى 0، الاكس ب 0 والواي ب 0 والزد ب 0 واوبن مفتوح لاعلى باتجاه زياده الزد. عشان الكوفيشنت زد هنا بوزيتيف ويبقى بارابولا اللي هو ده بارابولويد، اسمه بارابولويد. في السكشن ده بارابولا وفي الدايركشن الثاني بيظهر بارابولا اللي هو ده، وفي الدايركشن الثالث اللي هو في اتجاه الاكسس اوف سيمتريك اللي هو زد، لما تدي زد بزيرو اور بفاليو بوزيتيف بيظهر لك مجموعة من الإليبسات. دي معناها السكشن سيمتري. طبعاً بيظهر لك بارابولا هنا سواء الواي هنا لما الواي بزيرو بيظهر البارابولا هنا. واي بزيرو يعني ده مش موجود، ها؟ ده مش موجود. فبيبقى زد وإكس سكوير يظهر بارابولا. طب الواي بقيمة أي قيمة سواء بوزيتيف أو نيجاتيف لأنها سكوير. فساعتها برضو بيظهر البارابولا زي ما شفنا. بارابولا بيظهر بارابولا. ده اكزامبل عندنا. الكوادراتيك سيرفيس الثالث عندنا هو الكون. دكتور ايوه في السؤال اللي فات بس معلش ايوه ممكن نرجع بيه بس سلايد. ايوه هو مش دلوقتي الاثنين اللي موجوده جنب الاكس سكوير ديت مش كان المفروض اقسم عليها وهيبقى زد على 2 بيساوي اكس سكوير زائد واي سكوير على 2 وبعدين اللي هي اللي هي الحته بتاعت الاي سكوير تحت ده. ايوه انا يبقى انا كده هحرك وهل ده هيفرق في الحكم عليها ان هو بارابولويد؟ لا مش هيتحرك، مش هيتحرك لانها لان الزد لوحدها مش هيتحرك. هو زد اوفر 2 مش زد بلس 2 ثانيه بلس. بص اهو السلايد اللي قبلها واخد بالك شكرا. ويعني الحكم النهائي ليها ان هي بارابولويد والفيرتكس 000 ما اتغيرتش. يعني هنا الميني فيرتكس واكسس، الاكسس هو الزد اللي هو الاكسس اوف سنتر. الكوادراتيك سيرفيس رقم 3 عندنا هو الكون. الكون هنا الايكويشن دي بالجنرال ايكويشن، طبعا احنا بنتكلم على الكون زي ما شايفين ده شكل الكون، ويعني هنا ده اسمه السنتر للكون اللي هو ده. بنتكلم على الكيس اللي هي السنتر ليها 000 بياخد الشكل اللي هو موجود عندك اللي هو ده. اللي هي ايه بقى؟ بيبقى فيها اكس وواي وزد الثلاثه بيبقوا سكوير، بس اثنين بوزيتيف وواحده نيجاتيف، او ممكن هنا تقول اكس سكوير اوفر اي سكوير. ده الشكل ده نفس الشكل الكويشن اللي موجود عندك، بلس واي سكوير اوفر بي سكوير ماينس، شايفين هنا يا شباب ممكن نقول ايه؟ ماينس زد سكوير over c square، ومعنى square ده في الدومريتور انهم قيمة بوزيتيف و equal 0 equal 0. يعني فيها x square، فيها x square y square وزاد square التلاتة موجودين، بس اتنين بإشارة بوزيتيف والتالتة بإشارة نيجاتيف و equal 0 equal 0. طب الكون ده يعني شايفين طبعا شكل الكون، طبعا كلكم عارفين تعلموا الهاف كون ده اللي هو الجيلاتي، اصلا الهاف كون اللي هو الجيلاتي اللي بتحط في ايه جيلاتي ده هاف كون. والكون طبعا من الاشكال اللي بتبقى معروفه عندك او شكلها بيبقى معروف، مفيش يعني مفيش مشكله في شكل الكون هنا، بس بيميزها ايه؟ بيميزه زو سنتر، ده اسمه دبل نبض كون، لان اصلا انت خدتها لان لما بنقطعها ببلين بيديك الكونك سيكشن. وبيميزها سنتر اللي هنا في الحالة دي 000، وبيميزها أكسس اللي هو الأكسس أوف سيمتريك زد. الأكسس أوف سيمتريك هنا زد اللي هو مين؟ اللي هو الكوردينيت اللي واخد النيجاتيف. يعني معايا التلاتة سكوير اللي التلاتة موجودين وسكوير، اتنين بوزيتيف واحد نيجاتيف وإيكوال زيرو لازم. ففي الحالة دي الكوردينيت اللي واخد نيجاتيف هو اللي الأكسس أوف سيمتريك، هو الأكسس هو الاكسس اوف سيمتريك اللي واخد الشكل ستار الكون من. لو جينا هنا نبين لك درافت ليها هنا، فادي السنتر، يعني هو هياخد السنتر هنا سواء 0 0 0 او شيفتنج بقى هنا
شيفتنج بقى يعني هياخد شكل الكون فين؟ ممكن عند انذر بوينت هنا، بدل اكس سكوير تبقى اكس ماينس اكس نوت سكوير، بدل واي سكوير يبقى واي ماينس واي نوت سكوير، وبدل زد سكوير تبقى زد ماينس زد نوت سكوير ككومبليتنج سكوير. والاكسس هو الاكسس اوف سيمتريك، بتروح واخد هنا الاكسس اوف سيمتريك دي، تاخد تو ستريت لاينز تو ستريت لاينز، وطول ما انت عند الزد كل ما الزد هنا طبعا الاكس بزيرو والواي بزيرو تدي الزد بزيرو اللي هي السنتر، طول ما انت شغال في اتجاه الاكس السكشن السكشنز بتاخد شكل ايه؟ شكل ال شكل الاليبس او سيركل اللي هو ده، ده الكون يعني بياخد الشكل ده مع الاكسس اللي هو الاكسيز اوف سيمتريك هير. طيب الستايلات بتاعته ايه بقى؟ يعني نفس الرار هنا ستايلاته واخد شكل الكون ده لو الاكسس مع الزد ده قلناه، يعني ده الكيس الاولانيه دي قلناها اللي فيها اكس سكوير اوفر اي سكوير بلس واي سكوير 2 سكوير والثالث ايه؟ اوفر بي سكوير، الاثنين سكوير والثالث بالنيجاتيف، اثنين بالبوزيتيف والثالث بالنيجاتيف، نيجاتيف زد سكوير اوفر سي سكوير وايكوال زيرو. ايكوال زيرو. طب يبقى الاكسس مع الزد. طب اخلص بس هقول هقول الثري كيسز بس يا شباب وبعدين ايه عشان تركزوا معايا وبعد كده اسرع حاضر باسئله مفيش مشكله عندي. ماشي. الاكسس مع الزد والسنتر 0 0 0، فبتروح راسم تو ستريت لاينز اللي هو هنا اللي هي اللي هي في اتجاه الزد، وبيبقى السكشن يعني واخد شكل الكون اللي هو ده والاكسس مع الزد. في كيس ثانيه ممكن يبقى اكس سكوير اوفر اي سكوير ماينس يعني النيجاتيف هو الواي سكوير اوفر بي سكوير بلس زد سكوير اوفر سي سكوير وايكوال زيرو. يبقى كده الاكسس مع الواي وهو كون اتنين بوزيتيف اتنين سكويرد وبوزيتيف والتالت نيجاتيف وايكوال زيرو. الاكسس مع الواي فين الواي؟ اللي هو ده. يبقى ادي الواي بوزيتيف ونيجاتيف اهو، والسنتر ليها 0 0 0. وتروح برافت نرسم تو ستريت لاينز اللي هم دول عشان ده بياخد الكروس سيكشن اللي هو سواء كان سيركل او اليبس في الاتجاه اللي هو. تمام. طيب الكيس الأخيرة الأكسس مع الإكس اللي هو نيجاتيف إكس سكوير أوفر إي سكوير بلس واي سكوير أوفر بي سكوير بلس زد سكوير أوفر سي سكوير وإيكوال زيرو. يبقى برضو كون الأكسس مع الإكس أكسس والسنتر دي هي 0 0 0 واتجاه الإكس أكسس بتروح راسم كده اتنين ستريت لاين علشان السكشنز في الاتجاهات دي، مع السكشن دي يعني الاكس بتاخد فاليو 0 وبوزيتيف ونيجاتيف بتديك السكشن بيبقى اليب، وسبيشال كيس ممكن يبقى سيرك. بس ده بالنسبه ايه؟ بالنسبه لي لو سالتوني دلوقتي برضو ممكن نمسك اي كيس منهم وليكن الكيس رقم 2 مثلا ان هي شيفتنج شيفتد كون مثلا ادي كون هنا شيفتنج في اتجاه الواي مثلا هنا يعني هو الاكسس برضو فعلا مع الواي اهو الاكسس بيكون ممكن مع الواي ولكن السنتر ليها شيفتنج في بوينت تايم شيفتد كون اسمه شيفتد كون اللي هو ده مثلا الاكسس بيبقى مع الواي بس البوينت دي بتبقى ان جنرال تبقى اكس نوت واي نوت وزد نوت. تمام كده يا شباب. طيب هيبقى الايكويشن ليها ايه؟ هيبقى بدل اكس سكوير ممكن نعملها لكم كده باللون مختلف عشان الدنيا هنا يعني تبقى واضحة اهو دي special case هنا بدل الاكس هتبقى x minus x نوت all square يعني بتعمل completing square over رقم positive اللي هو a square وهنا minus لان الاكسس بيبقى مع الواي بدل y بيبقى y minus y نوت all square over b square هنا plus z يبقى z minus z نوت all square over c square و equal 0. ده الجنرال كيس هنا ليها للكيس دي ان الاكسس مع الواي وشيفتنج شيفتنج يعني واخد الشكل ده بس عند بوينت تانية شيفتد. ده بالنسبة ايه؟ بالنسبة ايه؟ اتفضل اللي كان عايز يسأل يتفضل. اتفضل دكتور. هو احنا الاكويشن بتبقى اكس اوفر اكس سكويرد اوفر ايه يعني
الاي سكوير ده رقم بوزيتيف يعني. السؤال بقى الاي والبي والسي دول بستخدمهم في ايه اصلا؟ يعني يعني الترم اللي فات كان ليهم استخدام، بجيب بيهم فقاية، بجيب بيهم حاجات. لا لا، انت هنا بتتعرف فيهم، لا انت هنا جاست بتتعرف فيهم على بتتعرف فيهم على الايه، بتتعرف فيهم على الكوادراتيك سيرفيس، بحيث يعني انت سؤالك هنا مثلا ايه السؤال، انت بتسالني على السؤال اصلا، يعني انت بتسالني دلوقتي على السؤال. السؤال هنا مثلا ممكن اجي مثلا اجي جي هنا، لو بتسال على سؤال مثلا اجي اهو، يعني دي ده اهو، ولازم انا اشرح في الاول وبعدين اوريك الاسئله. اجي اهو مثلا اجي السؤال، مثلا اجي عندك الاشكال اللي هي دي، مثلا اديك ايكويشن مثلا منهم اهو، واقول لك الايكويشن دي بتمثل لك مين، ده ولا ده ولا ده ولا ده. فانت بتبص كده للايكويشن اللي هي مثلا اديك واحده منهم طبعا، الايكويشن دي بتلاقي الاكس سكوير والواي سكوير والزد سكوير، انت بتتعرف على كوادراتيك سيرفيس، فبتلاقي الثلاثه سكوير يبقى هو اليبس. طب اليبس الميجر مع مين؟ اروح ديفايدد على ايكوال 1، يبقى احطه في الشكل اللي انا عارفاه اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير اوفر 1 اوفر 4 تمام، بلس زد سكوير اوفر 1 اوفر 9 وايكوال 1. فبلاقي الكبير مع مين؟ الميجر مع الاكس، يبقى الميجر مع الاكس، يبقى في مفيش هنا الابسويد والميجر مع الاكس، في الابسويد تاني مثلا اديك ده عشان تلاقي اجابه موجوده، مثلا اديك الشكل ده، ده برضو الاكس سكوير والواي سكوير والزد سكوير، فبتلاقي عندك ده الابسويد برضو. طب اعرفه ازاي وايكوال 1؟ هروح حاطاه اكس سكوير على 1 اوفر 9 بلس الواي سكوير اوفر 1 اوفر 4 بلس الزد سكوير طبعا اوفر 1 طبعا وايكوال 1، فلاقي الكبير مع الزد الميجور او الكبير مع الزد، يبقى ده هنا الشكل ده او الايكويشن اللي اديتها لك ده بيمثلها هنا بيمثلها بالايه، تروح مختار الايه تمام. ممكن بالعكس، ممكن بالعكس نروح ندي لك مثلا مجموعه من الايكويشن، يعني انت بتسال سؤال متقدم بنديك مثلا فيجر منهم، ممكن بنديك مجموعه من بنديك واحد فيجر منهم مثلا، سي بنروح عطيناك الفيجر ده مثلا ونقول لك الفيجر ده ذا ايكويشن اللي الفيجر ده ريبريزنتد بايه، ونديك مجموعه من الايكويشنز. ده السؤال بيبقى كده، يعني هو مساله عاديه بتحلها ريبريزنتد بايه، انت هتلاقيها سلندر. طيب السلندر دي الاكسس فيها مع الواي، يبقى هتلاقي ما فيهاش الواي، بتدور على ايكويشن ما فيهاش الواي، فيها اكس سكوير، اكس سكوير وزد سكوير. مين الايكويشن اللي فيها اكس سكوير وزد سكوير وما فيهاش الواي؟ بتلاقي رقم نعم ثانية واحدة دكتور، بص اكس سكوير وواي سكوير وزد سكوير يا شباب ما فيهاش الواي، ما فيهاش الواي. اه الواي هتبقى 2 هتبقى بي 7، لا 2 قلناها دي الابسايد، 2 هي فيها اكس سكوير واي سكوير وزد سكوير، ها للي بيقول لي 2، ما 2 خدناها الابسايد، ها ال 2 دي خدناها الابسايد، يبقى 7 برافو. الرسمه بي، الرسمه بي، ايوه تمام الرسمه بي هي 7 تمام. يعني هي عمليه انترستنج، بس انتوا يعني مش صابرين عليا، انا عايزه اقول لكم كل الكيسز وكل الحاجات مع بعض، وبعدين بعد كده يعني بتبقى في الاونلاين بتبقى العمليه بتبقى فيري انترستنج، لان بنعرض اشكال كتير ممكن ان انت بتتعرف وتتطرق ليها وكده، بحيث بتبقى مور انترستنج لما بتبقى واضحه ليك جيومتريكالي. هنا برضو هنا الكوادراتيك سيرفيس رقم 4، احنا معانا 5 كوادراتيك سيرفيس، رقم 4 اللي هو هايبربلويد اوف وان شيت. اكزامبل على هايبربلويد اوف وان شيت اللي احنا عرضناه كان نيوكرال رياكت. هنا الهايبربلويد اوف وان شيت بتبقى الايكويشن هنا بتبقى اكس سكوير اوفر اي سكوير بيبقوا 2 بوزيتيف بلس واي سكوير اوفر بي سكوير ماينس واحده نيجاتيف زد سكوير اوفر سي سكوير وايكوال 1. Equal 1 لو كانت equal 0 ده كوم، ها لكن لو كان equal 1 بيديني surface اسمه hyperploid of one sheet، انت بتتعرف عليه في الاول، بعد شويه هنتعرف ليه كدومين لفانكشن اوف several variable، بعد شويه بنجيب multiple integration double integration و triple integration،
لجزء من السيرفيسز دي، مجموعة من السيرفيسز دي بتبقى دومين لينا في المسألة. طيب هنا لو قلنا hyperploid of one sheet شكله ايه؟ اولا بيبقى فيه هنا حاجة اسمها center ليه، السنتر هنا زي ما اتفقنا اللي هي زي الكون بس 0 0 0، عرفناها منين؟ خلاص عرفناها من الاكس سكوير والواي سكوير والزد سكوير، اللي هي اكس ماينس 0 اول سكوير بلس واي ماينس 0 اول سكوير ماينس زد ماينس 0 اول سكوير، عرفنا منين الايه السنتر ليه. وفي الاكسس اللي هو الاكسس اوف سيمتريك ليه اللي هو الزد اللي هو كوردينيت النيجاتيف، لغايه كده هو يشبه ايه الكون في الحكم عليه هنا. بس الهايبربلويد هنا لما زد بزيرو، لما زد بزيرو يعني اخفي ده، يديك اكس سكوير اوفر اي سكوير بلس واي سكوير اوفر بي سكوير ايكوال 1، يعني بيدينا اليبس، اصغر اليبس موجود عند السنتر اللي هو اصغر. طول ما الزد تاخد فاليو بوزيتيف او نيجاتيف، ان انا برسم هنا ده اسمه هايبربلا، طول ما الزد تاخد فاليو بوزيتيف تاخد اليبس برضه انها سكوير، وطول ما نيجاتيف برضه تاخد سكوير، يعني تاخد سكوير. هو الميتنج قطع عندي ولا؟ ايوه مفيش صوت ظاهر والصورة كمان ما ايوه عندي برضو.